مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. تعالوا نبدأ الحلقة ربما بأهم مشهد اهتم به الجميع، زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية لمصر. كان فيها محطات كثيرة اصطحبه فيها الرئيس السيسي، ما بين مشروعات اقتصادية وما بين الآن حفل فني في الأوبرا، عرض مسرحية بما في ذلك من أكثر من مغزى. لكن المغزى الأهم كان في زيارة الأمير محمد بن سلمان للكاتدرائية المرقسية في العباسية. ليه؟ دايما كان في مشكلة كبيرة جدا بيحاول البعض أنه يوجدها ما بين السعودية وما بين المسيحيين عموما، والأقباط في مصر تحديدا كان عندهم مشكلة كبيرة جدا. في جزء كبير وفي قطاع كبير عنده يعني اعتقاد، عندهم وجهات نظر متعلقة بأنه معظم الأفكار اللي بتتشدد باتجاه الأقباط بتقول لهم ما تهنهمش في أعيادهم، بتكفرهم، معظمها ربما تكون قادمة من تيارات سلفية متشددة جدا، ومرجعيتها الأساسية هي الوهابية السعودية يعني. فكان دايما البعض يحاول أن يوجد صداما فكريا وسياسيا ما بين السعودية وما بين المسيحيين عموما والأقباط في مصر، على اعتبار الأقباط كان عندهم زي ما بقول لكم هذا الاعتقاد السائد، مشاكل كثيرة كنا بنعاني منها. والتيارات السلفية المتشددة في مصر المرتبطة بالسعودية تحديدا اللي بتطلع منهم فتاوى ما تهنوش الأقباط بأعيادهم وفتاوى تكفير المسيحيين، كل ده كان البعض زي ما بقول لكم في مشكلة، مشكلة مأساة. هنا زيارة الأمير محمد بن سلمان بهذا الشكل هي جزء كبير من عمليات إصلاحية بيقوم بها، سواء باتجاه المرأة، سواء باتجاه حقوق الإنسان، سواء باتجاه الفن. وزي ما بقول لكم يعني كمان المغزى في وجوده في مسرحية في الأوبرا الآن مع الرئيس السيسي، بالإضافة إلى الحفلات الغنائية التي عادت للسعودية من جديد وعروض الأزياء، وهيبقى في سياحة شاطئية، وكمان قيادة المرأة للسيارة، ودور سينما ودور عرض سينمائي، كل ده ومسارح، كل ده معناها أن السعودية بتتغير وبتتطور، لأنها كانت متهمة بأنها تخاصم التطور الحادث في المجتمع وتخاصم الفنون، وعندها مشكلة مع الإبداع، وعندها أيضا بعض المشاكل المتعلقة بالفتاوى الدينية باتجاه النساء وباتجاه الأقباط وغيره. الزيارة للمرقسية هنا زي ما بقول لكم المغزى الأساسي فيها إنها ربما تساعد في إزالة بعض المفاهيم السائدة والمنطبعة في الأذهان، وإن الوضع هيتغير، بإن كل ما هو متشدد باتجاه المسيحيين كان يأتينا من السلفية المتشددة والوهابية المتشددة في السعودية. لا، بتشوف ولي العهد بيزور الكاتدرائية بهذا الشكل ويلتقي بالبابا توادروس، وبالتأكيد كان في حوار بينهما، وبالتأكيد هو عنده وجهة نظر متعلقة بما هو سابق، إزاي كان بتتعامل بعض التيارات المتشددة مع المسيحيين، وكان في بقى مشاكل طائفية بتنشأ في مصر كثيرا، من الخط الهمايوني والناس تطلع تهيج الحقوا ده بيبنوا كنيسة، ومنها بعض المشاكل المتعلقة بالمفاهيم اللي أنا قلتها، ما تهنوش المسيحيين بأعيادهم وتكفير المسيحيين، وأيضا مشاكل مختلفة. لكن كان الاتهام أو أصابع الاتهامات بتوجه دائما للتيارات السلفية المتشددة اللي هي مرتبطة بالسعودية. مشهد زي ده يزيل الكثير من هذه الانطباعات السائدة في الأذهان، وكمان يعطيك صورة للمستقبل. المستقبل هيكون أفضل ربما، يعني تتوقف حنفية الفتاوى
اللي بتستهدف المرأة وتستهدف المسيحيين، والتي تنطلق يعني بتشدد أعمى، ده معناها إنه في تطور حادث في المجتمع. هنا بقى البعض للأسف الشديد هتلاقي طبعا بعض الذين يعني ما يحبوش هذا المشهد يحصل، فيطلع يقول لك والله أصل الأمير محمد بن سلمان يقدم أوراق اعتماده للغرب لأنه رايح في جولة إلى أمريكا وبريطانيا، فعايز يقول لهم يعني أهو أنا المتسامح وما عنديش تشدد عقائدي أو طائفي، وأنا بالعكس بأحدث تطورات في المجتمع. فيطلع البعض ممن لا يعجبهم هذا المشهد فيعتبروه أنه بمثابة أنه يقدم أوراق اعتماده للغرب بهذا المشهد، فليكن. ربما يقدم أوراق اعتماده لسعودية جديدة، يعني ربما يقدم أوراق اعتماده لتطور يجب أن تشهده السعودية ويجب أن لا تخاصمه، يعني ما يعني أعتقد هو ده الأساس قبل أن يقدم أوراق اعتماده للغرب أو الأمريكان كما يقول بعض المغردين اللي بيحاولوا أنهم يتصيدوا أي شيء لإفساد مشهد أنا بشوفه من أهم المشاهد اللي عايشناها اليوم. هذا المشهد ربما في سابقة هي الأولى من نوعها يستدعي أن احنا نحلله معاكم. بسرعة كده هناخد القصة. بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية. قس بولس أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. خليني أقدم كمان الأستاذ الكاتب السياسي والصحفي الكبير أستاذ جمال أسعد. أستاذ جمال أهلا بيك. أهلا يا فندم. أهلا. والكاتب الصحفي والسياسي الكبير الأستاذ كمال زاخر. أستاذ كمال أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. قس بولس قول لو هسأل حضرتك إيه اللي تم اليوم في يعني أكيد كان في حوار بين الأمير محمد بن سلمان والبابا توادروس، يعني ايه اهم النقاط اللي تضمنها هذا الحوار؟ هو في اجاز سريع كده كانت كلمه قداسه البابا شملت يعني ان هو رحب بولي العهد باسم جموع الاباط، وذكر العلاقات بين الكنيسه والمملكه اللي بدات بزياره الانبا برقص مع الوفد المصري في 2012 ساعه بعد ثوره 25 يناير. ولقائه باللقاء البابا يعني بالملك سلمان ابن عبد العزيز. كمان اتعرض للعلاقه بين القيادات سواء الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز، واتكلم برضه عن العلاقات بين الشعبين السعودي والمصري المتجذره. اتكلم كمان عن رعايه المملكه للعاملين في السعوديه واثنى على كده قوي. واتكلم عن التغييرات الحادثه في او التطورات الحادثه او عايز اقول التغيير الحادث في السعوديه سواء في الاصلاحات كلها يعني. كمان اتكلم عن التعريف بالكنيسه القبطيه وايه هي وجذورها، واتكلم عن رساله الكنيسه انها رساله سلام. دي ملخص كلمه البابا. ملخص كلمه ولي العهد كانت بتدور حوالين ان الكنيسه والاباط غارين جدا على العالم الاسلامي كله مش على مصر بس. ان السعوديه بتقدر الكنيسه المصريه ودورها الوطني على مدار التاريخ، كمان بتقدر موقفها ساعه احداث العنف اللي حصلت في الفتره الاخيره، وانها ازاي انتهجت اسلوب مميز شهد بيه العالم وما ردتش العنف بالعنف، يعني ما ردتش عنف بعنف لكن قدمت رساله سلام. واتكلم كمان عن التعاون الدائم بين الكنيسه القبطيه والسعوديه، وقال كمان ان كان في حوار بيتم بين التعاون بين الاسلام يعني المسلمين والمسيحيين في الشرق الاوسط في المنطقه العربيه، فالكنيسه القبطيه هي المؤهله انها بتقود الحوار دوت بالجانب المسيحي يعني بالنسبه للكنيسه القبطيه نظرا لمكانتها ونظرا لقيمتها يعني في الشرق الاوسط والعالم العربي. ده كان ملخص الحوار اللي دار بين الجانبين. طيب خلي حضرتك معايا اسال كده الاستاذ كمال زاخر. استاذ كمال تعتقد انه زياره بهذا الشكل يا استاذ كمال، انا لسه بقول انه كان في بعض المشاكل يعني البعض في الحوادث الطائفيه دائما التي تحدث في مصر، في بعض المشاكل الطائفيه التي نعاني منها كان توجه دائما اصابع الاتهام للتيارات السلفية المتشددة المرتبطة بالوهابية السعودية تحديدا، يعني هل هذا المشهد معناه أنه الأمير محمد بن سلمان ربما يوجه رسالة جديدة إلى أن فكرة الفتاوى حتى أو وجهات النظر المتشددة
باتجاه الأقباط كانت خطأ، وإحنا الحقيقة نشهد سعودية جديدة وتطورا جديدا في المفاهيم. تفضل. هو الحقيقة مش ربما، ده أكيد، لأنه نحن أمام جيل جديد من الحكام تلقى تعليمه الجامعي وما بعد الجامعي في جامعات الغرب، وبالضرورة تأثر بفكرة الدولة الحديثة وبفكرة المدنية إلى حد كبير. ثم عندما عاد إلى بلاده وجد أمامه فرصة ليترجم ما وقر في ذهنه. وبالتالي نحن لسنا فقط أمام حادث متفرد، إنما نحن أمام طيار وأمام فكرة جديدة ربما بتأثير الثورة الرقمية وثورة الاتصالات وما أحدثته من شيوع المعرفة والمعلومات في جميع أنحاء العالم. وما يؤكد هذا اللي حضرتك أشرت ليه في المقدمة، أنه ما اتخذ من إجراءات وصلت إلى حد تحجيم جماعة النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، وهي كانت واحدة من الجماعات، إذا كان لنا التعبير أن نسميها جماعات سيادية في هذا المجتمع. ثم الانطلاقة مع المرأة والفنون واستخدام مطرب مصري تحديدا لإحياء حفلة في السعودية بشكل مبهر، كل ده بيقول أنه نحن على أعتاب تغير ربما يشمل الخريطة العربية بمجملها لما للسعودية من ثقل على الأقل في منطقة الخليج وفي الأطراف الأمة العربية بشكل مهم. الأمر الثاني هي فكرة اللي برضو حضرتك أشرت إليها، أنها رسالة إلى متشددي الداخل عندنا اللي بيعتمدوا على استخراج فتاوى لم تحقق أو ربما ضعيفة أو كذا لبناء وجهة نظر في أحادية الحياة ورفض كل ما هو غير مسلم. وبالتالي لا يستطيع أحد أن يزايد على السعودية، يعني طيب. البلد الذي وده من خلال متابعتك ربما يعني أول زيارة لمسؤول سعودي كبير بحجم ولي العهد للكاتدرائية، يعني لم تحدث من قبل يا أستاذ كمان. بالضرورة لم تحدث من قبل على مدى التاريخ. وبالتالي دي كلها تأثير إيجابي إذا أحسننا استخدامها وإذا كنا يعني نبني عليها فكرة أن الدولة لابد أن تكون مستوعبة تماما إنه أكبر دولة إسلامية في العالم العربي وربما في العالم كله تتخذ خطوات بهذه الجسارة في الداخل وفي الخارج، وتكون أول زيارة لمسؤول رفيع المستوى مثل ولي العهد تكون لمصر، وتكون أول زيارة خارج القصر الجمهوري بعد زيارة شيخ الأزهر تكون للبطريرك البابا البطريرك، فدي لابد من التوقف أمامها كثيرا والبناء عليها. بشكر حضرتك أستاذ جمال أسعد. شايف الزيارة مهمة جدا على اعتبار يعني احنا عشنا كثيرا قضايا طائفية وكانت تتهم فيها التيارات السلفية المتهمة المرتبطة بالوهابية السعودية تحديدا بأنها هي التي تغذي هذه الطائفية، هل زيارة الأمير محمد بن سلمان بهذا الشكل هي رسالة للجميع يعني مش لهذه الطيارات فقط بأن احنا أمام سعودية جديدة يعني لا تحاسب الناس بفتاوى متشددة على عقائدهم ولا تفتش في عقائدهم؟ تفضل. بلا شك يعني لا يجب أن نفصل هذه الزيارة التاريخية أولا عن التوجهات لحق المواطنة التي تبناها رئيس السيسي، وهذا ليس مجاملة الرئيس السيسي ولكن كسياسي هي قراءة للواقع بشكل موضوعي. يعني عندما يأتي ولي العهد السعودي إلى مصر هناك توافقات دبلوماسية وسياسية لترتيب الزيارة ولتحديد الأماكن التي تتم الزيارة إليها. هذه يعني معلومة لابد أن نركز عليها. ما أقصده من هذه المعلومة هو أن هناك توافق بين التوجهات المصرية الآن في هذه القضية وبين التوجهات السعودية في هذه القضية،
واعتبر لم عندما يكون هناك توافق اي هناك نقلة نوعية غير عادية في السعودية، لان المناخ هنا غير هناك، تواجد المسيح هنا غير هناك. وعلى ذلك كما قال ابونا بولس انه لا يجب ان نتناسى زيارة او مقابلة الملك سلمان للبابا صادروس الثاني عندما كان في القاهرة. هذه كانت البدايات والإرهاصات الحقيقية. الجانب الآخر أن فكرة تغيير الفكر الديني، وليس الخطاب الديني، أنا مش مع الخطاب الديني، هو تغيير الفكر الديني الذي دعا عليها الرئيس السيسي والذي يتبناها ونتبناها هنا في مصر بهذا المستوى، نجد هذه الفكرة لقت أصدائها العملية التاريخية في السعودية بهذه النقلة النوعية التي تحدثت عنها سيادتك وتحدث عنها الأخوة المتداخلون. هنا عندما تكون زيارة ولي العهد زيارة كاتدرائية بأول زيارة من نوعها في التاريخ، هي رسالة للعالم بالفعل كما قلت أنت، لأن السعودية تسير في الطريق التصحيح العملي وليس الشعاراتي، وأن هذا التصحيح الذي يتم في السعودية في إطار تغيير الفكر الدين الصحيح الذي يتسق مع القيم الإسلامية ومع المبادئ الإسلامية، كما أنه هذه رسالة كما قلت حضرتك يا أستاذ وائل نركز عليها لكل التيارات السلفية والوهابية التي تكفر الأغباط وتمنع المعايدة عليهم، والتي بدأها الرئيس السيسي بإصراره وتكراره للذهاب للمعايدة على الأغبار في الكاتدرائية، أي رسالة أن الوطن بيؤكد المواطنة وأن المواطن المصري المسيح والمسلم هم مواطنون مصريون، أكدها ولي العهد السعودي بأن مصر تسير في نفس الإطار الذي يحقق المواطنة حتى لو لم يكن هناك مسيحيون بالصورة المطلوبة هناك، ولكن هي توجهات استنارية، توجهات تغيير على الطريق الصحيح لفكر ديني صحيح يتسق مع المستقبل ويواجه المتحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة. بشكرك يا أستاذ جمال، ألف شكر. قزبول، السؤال الأخير، هل في المناقشات كان في ما يتعلق ببعض الفتاوى الدينية المتشددة التي صدرت من قبل ضد الأقباط، أو حديث عن قوة التشدد يعني باتجاه الأقباط أو باتجاه المسيحيين عموما؟ لا لا، ما تعرضش الحوار لحاجة زي كده. طيب، حضرتك وضحت لنا الحوار تم تناوله، لكن في كل الأحوال الزيارة هي الأولى من نوعها يا قزبول، يعني لم تحدث من قبل زيارة بهذا الحجم. لا، دي أول زيارة لمسؤول رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية للكاتدرائية المرؤوسية يعني. بشكر حضرتك، ألف شكر. عارفين يا جماعة، دايما هتلاحظوا حتى رؤساء الدولة في مصر، وأنا قلت الحقيقة ده قبل كده، كانوا بيستجيبوا لضغوط الفتاوى المتشددة اللي بتقول لهم اوعى تروح للمسيحيين في الكاتدرائية في أعيادهم، لأنك معنى كده أنك تقر بعقيدتهم التي تخالف عقيدتك يعني. الحقيقة احترام العقائد هو قائم على الاختلاف بين العقائد، ما هو وانت هتحترم عقيدة الغير ليه؟ لأنها بتختلف معاك، ومش من حقك انك تفتش في عقيدته، ولا من حقه انه يفتش في عقيدتك، يعني ما حدش يفتش في عقيدة التاني ولا حد يحاسب التاني على عقيدته يعني. ومش معنى انك تزور الكاتدرائية في أعيادهم، لا، ده معناه انك بتحترم عقائد الغير، انما تقر بقى بعقيدة الغير ولا ما تقر، هو لا يقر بعقيدة لكن يحترمها، والخلافات بين العقائد لا مشكلة فيها، المشكلة في انك لا تحترمها، او انك انت ترفضهم او تأخذ موقفا منهم او تكفرهم. وبالتالي هنا ربما الرئيس السيسي هو الوحيد اللي لم يخضع لهذه الفتاوى المتشددة. بقول لكم فيه يعني كل رؤساء الدول السابقين رغم استنارتهم الشديدة يعني ومواجهتهم دائما للجماعات الإرهابية والمتطرفين، لكن في القضية دي تحديدا لا، كانوا الحقيقة
لأنه ما كانش بس من مشايخ التشدد، لا حتى مشايخ الاعتدال كانوا بيرفضوها، حتى مشايخ قبل كده مشايخ الأزهر كانوا يقولوا لرئيس الدولة لا، لكن الرئيس السيسي لم يخضع لذلك. هنا كمان الأمير محمد بن سلمان بهذه الزيارة، ده معناه يا جماعة أن فيه عهد جديد في المفاهيم التي يجب أن تكون عليها الدول في العلاقة بين أصحاب العقائد، في العلاقة بين المسلمين والمسيحيين تحديدا عندنا في مصر يعني. ودي رسالة بقى لكل التيارات السلفية المتشددة، ما نسمعش حد فيهم غدا يطلع يقولك لا تهني المسيحيين بأعيادهم، مش انت مرتبط بالوهابية السعودية ارتباطا وثيقا وشديدا، يبقى ما نسمعش هذه الفتاوى بعد الآن، ما نسمعش فتاوى تكفر المسيحيين وتفتش في عقيدتهم يعني. انا اعتقد انه هذه الزيارة، عشان كده انا اهتميت، ربما يعني هنا لقاء مع شيخ الأزهر، لقاء مهم جدا. الأزهر يمثل الوسطية الإسلامية المعتدلة والمستنيرة، والزيارة مهمة، لكن هي زيارات تحدث كثيرا، إنما هذه الزيارة هي الأولى من نوعها، عشان كده سلطنا عليها الضوء وقلنا تعالوا نستفيد من آثارها. الهجوم بقى، أعيد تاني، الهجوم على الأمير محمد بن سلمان بسبب هذه الزيارة، وإنه هو فضل أن يقدم أوراق اعتماده للغرب والأمريكان من الكاتدرائية المرقسية في العباسية، هذا كلام يعني، لأنه الحقيقة قدم أوراق اعتماده بمجموعة من الإصلاحات داخل السعودية قبل أن يأتي إلى مصر. ومع ذلك إذا أنت شايف أنه ده يقدم أوراق اعتماده، فأنا بشوف الحقيقة هو يقدم أوراق اعتماده بهذا الشكل إلى الإنسانية، لأن حقوق الإنسان، التعايش بين الأديان، التسامح بين الأديان، حقوق المرأة فيما يتعلق بالإجراءات اللي تمت قبل كده، الفن اللي بيتم الآن في الأوبرا، يعني اختيار الأماكن اللي زارها الأمير محمد بن سلمان تحديدا فيها أكثر من مغزى. تعالوا نشوف الفيديو اللي هتشوفوه ده، لمدرسة بتعلم الأطفال، وده الحقيقة مهم جدا، يعني ازاي يواجهوا التحرش. انت في عهد المجتمع فيه بيتطور بشكل كبير، حوادث التحرش بتزيد، في تكنولوجيا، لازم تكلم ابنك وبنتك حتى هم اطفال وتصاحبهم، لانك بتشوف حوادث تحرش باطفال واغتصاب باطفال، فتقول للطفل او الطفل ابنك لو حد تعامل معاك باللمس بشكل معين لازم تيجي تقول لبابا وتقول لماما، تقول لابوك وتقول لامك. هنا المصارحة مع الطفل، اوعى تخوفه، لا، لازم تصارح الطفل والطفلة بان لو حصل حاجة يمكن انها تدل على سلوك شاذ من شخص بيتعامل معاك، لانه انت عارفين الطفولة انت يعني ممكن تدلعها، وممكن انك انت توهم الغير، يعني انك ده انت حسن النية يعني، لكن ما اكثر النوايا السيئه في التعامل مع الطفوله تحديدا. وشفنا حوادث كتيره يعني، يقول لك والله ده الاطفال وانا بلعبهم، وانا واتضح انه ذئب بشري يعني. هنا المدرسه الحقيقه عملت لهم ده في اغنيه، ممكن البعض يقول لك ده انا مختلف في الكلام كلمتين، لا، لازم تصارح ابنك او بنتك بان لو حصل لمسه غلط حينما يقبلك الشخص، يعني الأطفال دائما الناس بتبوسهم وتقبلهم يعني، هي بتوجه لهم النصائح في شكل أغنية. فالحقيقة أنا لقيت إن المشهد إيجابي، رغم بتلاقوا فيه بعض، دايما هتلاقي فيه بعض المعترضين، لكن لازم تصارح طفلك أو بنتك مهما كان السن، وتحاول تصاحبهم وتتكلم معاهم وتقول لهم لو حصل سلوك غريب شاذ لازم تيجي تقول لأهلك. وعشان كده الأغنية، المدرسة بتعلمهم هذه المفاهيم في أغنية بسيطة. يبقى هنا البوصة الإيه؟ الحلوة.
وقول الموضوع هصرخ واعمل دوشة وهقول الموضوع حجري واقول لبابا حجري واقول لماما وهقول لك ممنوع وهقول لك ممنوع. فاطمة محمد المدرسة اللي شفناها وهي مديرة الحضانة. أستاذة فاطمة أهلا بيك. أهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. أنا لسه يعني بحييك مع أنه البعض يعني ممكن يتحفظ بتاع، لكن أنا بقول لك لا، أنه التعامل مع الأطفال لازم يكون فيه مصارحة بهذا الشكل. يعني إيه اللي خلاكي تصارح الأطفال كده وتعملها لهم في أغنية يعني؟ والله يا فندم انا لقيت ان الموضوع دوت وموضوع التحرش في مدارس وفي حضانات وفي اماكن كتير بقى كتير قوي، وبقى الاطفال اللي مش فاهمه هما بيتلمسوا منين او بيتمسكوا منين، فانا حبيت اعملها في حاجه مبسطه جدا. انا ما خدشتش حياء اي حد ولا اي حاجه، انا موصلاها بصوره بسيطه جدا ومبسطه جدا. وانا بحييك عليها الحقيقه، لان كمان لازم كل أب وكل أم يتعامل مع الأطفال بهذا الشكل. قول لي لو حصل حاجة، قول لي كذا، وانت حتى بتقول لهم اعمل دوشة وقول لبابا وقول لماما حاجة كده يعني في الأغنية. يا فندم، علشان في أطفال كتير بتخاف تقول، بتخاف ان تقول ده لمسني هنا أو عمل معايا أي موقف وحش، فدوت احنا بصراحة في الحضانة بنحب نعمل الحاجات دي أنا وميس هويدا. بنقدم الحاجات ديت مبسطة للأطفال دايما، بنوعيهم وبنفهمهم ان في الحمام مثلا محدش بص عليهم، محدش بصهم بصه مش كويسه، محدش يلمسهم لمسه مش كويسه، وحاجات بسيطه خالص. انا ما خدشتش حياء اي طفل ولا اي حاجه، حاجه بسيطه ان هم اول ما يحسوا باي خطر او اي حاجه يجروا ويقولوا لا. طيب خلينا اسال كده استاذه هبه من اولياء الامور. استاذه هبه محمد، يا مدام هبه اهلا بيكي. اهلا بيك يا فندم. مدام هبه، انت عجبك اسلوب المدرسه في التعامل مع الاطفال في ده؟ ايوه طبعا يا استاذ، وانت عارف حضرتك ان التحرش الايام دي سائد وخاصه ما بين الاطفال. فالاستاذه فاطمه والاستاذ وايد على طول كان يعني بيحبوا يوعوا الاطفال باي حاجه تضرهم، فكان من ضمن التوعيه موضوع اغنيه التحرش. طبعا هم من وصلوها عن طريق اغنيه، لان الاطفال مش هتفهمها غير عن طريق اغنيه. فهو حتى هو ابني جه من الحضانه وحب يعلمها لاخته كمان، وحب يقول لها، حب يقول لها يعني اللي هو اخذ الاغنيه والمناطق دي ما تتلمسي، وفرح يعني بالاغنيه، وانا فرحت بالتوعيه اللي هم قدموها لنا. طيب انا بشكرك. واستاذه فاطمه، ما لقيتيش اي اولياء امور معترضين؟ لا والله انا لقيت كل اولياء الامور مشجعيني عن الموضوع دوت، وقالوا لي لا الاغنيه جميله وشكرا ليكي وشكرا لاداره. وانا بحييكي يعني كمان ده يا جماعه دعوه لان الناس تصاحب اطفالها وتتكلم معاهم وتعلمهم انه لو حصل اي سلوك مش طبيعي لازم يجوا يقولوا للاب والام. في حوادث بشعه بتحصل كثير، ولو انت ربيت الخجل عند الاطفال او الخوف مش هيقول لك، وهتحصل له بلاوي ومش هيقول لك يعني. لا، صرحه وقول له لو، لان الحقيقه زي ما بقول لكم التعامل مع الاطفال ممكن يتيح لاي شخص، لاي ذئب بشري، انه يتخفى يعني، بيلاعب الاطفال، بيبوس الاطفال، بيحب الاطفال، لكن الطفل يستطيع انه يشعر بالسلوك الغريب من خلال النصائح اللي بتوجهها المدرسه. معانا مين؟ استاذه ايناس. استاذه ايناس اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا فندم. انت موافقه كمان الاستاذه فاطمه على تعليم الاطفال ازاي يتفادوا اي تصرفات شاذه او اي محاوله للتحرش يعني؟ طبعا اكيد اكيد. هي بصراحه ميس هويدا حجازي صاحبه الحضانه وميس فاطمه مديره الحضانه بصراحه دايما بيسعوا ان هم يوصلوا الرسائل دي للاطفال بطريقه بسيطه جدا ان هم يفهموها، وبيدوهم كمان ندوات توعيه كتير علشان يحموا نفسهم، خاصه في مرحله ما قبل المدارس، لان طبعا كمان في مدارس مشتركه كتير
وارد جدا انه يحصل اي تحرش يعني بين الاطفال وبعضيهم في المدارس المشتركه دي. هي بشكرك الف شكر. تعالوا نشوف النموذج ده كمان. احنا بنهتم جدا بالمدارس القايله للسقوط يعني، وبنهتم بيه علشان نحاول يا جماعه نصلحها، واذا الوزاره ما عندهاش فلوس يبقى في مجتمع مدني، يبقى في نواب رجال اعمال يتدخلوا. مش ممكن ابدا الناس هتتعلم وهي في اوان تكدس الفصول. دي مصيبه لما تبقى كمان المدارس قايله للسقوط. ده محتاج يعني على الاقل كمان تكافل مجتمعي، ومحتاج تدخل الوزاره. ده هتشوفوا ده في كفر الشيخ وبيتم ترميم المدرسه. هتشوفوا المشاهد يعني اثناء الدراسه يعني. يعني تعالوا نشوف أولا كيف نتعامل مع قضايا من هذا النوع لإنقاذ مدارسنا. في مدرسة ابتدائية بكفر الشيخ تجري أعمال الترميم والتطوير على قدم وساق، بينما يتواجد التلاميذ بين معدات البناء وأعمال الصيانة في ظاهرة مثيرة للجدل. المدرسة زي ما حضرتك شايفة كده المفروض انها تتبني، مش تتعمل مرمات، لان المرمات دي اسمها اهدار مال عام، والمدرسين اصبحوا خايفين على انفسهم كمان من اول المرمات ما جت. ما بيجوش. انا عندي الولد في ثالثة ابتدائي بيرجي لي الدرس الساعة 9، راح المدرسة الساعة 8 جالي 9، عمل ايه؟ اولادنا بيجوا المدرسة يجي يحضر ساعتين ويطلع، ما فيش تدريس، بيقول ما فيش تدريس. يروح لمين؟ هيروح لمين؟ لا وخايفين طبعا من الهد والخبط اللي فيه ده، ما ينفعش. وبعدين ما فيش تعليم يبقى ما فيش دوله. بنت جايه بتقول لي يا بابا ده بيعملوا الترمومات في المدرسه والطوب كان بيجي علينا. طب يا بنتي قالوا لكم ايه؟ المدير بيقول ما تروحوش تقولوا لاولياء اموركم. انا بنتي بتقول لي يا بابا انا مش عايز اروح المدرسه، مش عايزه تروح المدرسه لان ما فيش مدرسه. ما فيش مدارس، في خبط دلوقتي، والعيال خايفه ان السقوفات بتيجي على دماغهم. كانوا بيعملوا ترميمات بره، السقوفات وجعت، سابوا اللي بره واشتغلوا في السقوفات. اذا كان انا الصبحيه كان هنا لجنه من كفر الشيخ قاعدين في المكتب، ما كانوش عارفين يقعدوا من الخبط. بقول لهم، بيقول لك انت لو بطلتوا الصيانه فرصه على فرصه الفلوس هتروح. يعني ايه فرصه؟ احنا بس عايزين الساده المسؤولين يعرفوا لما دي مدرسه وفي مصرف جنب منها كده. اولياء الامور لما يبقى مثلا اللي شغال في غيط او في عمله ويسيب شغله ويجي عشان خاطر ياخد ابنه عشان ما يرجعش في مصر. ده هو منظر لا يليق ببيئة ولا يليق بحضاره ولا يليق باي شيء. ليست هذه المشكله الوحيده التي يواجهها تلاميذ مدرسه البحري، فالتلاميذ مجبرون على القيام باعمال النظافه بجانب توقف شبه تام لعمليه التدريس. موضوع الترميم ده ما اول ما عملنا من الاجازه، من اول ما رجعنا من اجازه نص سنه بين الترميده والترميده، ولقيناهم بيهدوا واحنا خايفين نروح المدرسه. دي مدرسه، هو احنا بنيجي نلم الفصل، احنا بنلم ورقه، هو احنا جايين فرشله ولا جايين نتعلموه؟ المدرسه مشققه من تحت وبيهدوه البتاع وخلاص البياض اللي فوق، واحنا المدرسه هتقع علينا واحنا خايفين كلنا. المحاله بتقع علينا فوق الدهان وكده في الفصل، وحاطين ستتين على بعض والنفس بيبقى ياما، وقاعدين اربعه ما نعرفوش نقعد في التخت، وانا مش عارف اتعلم هنا واكمل علامي هنا. ينفع كده اللي احنا بنروح المدرسه والمدرسين بيشرحوا في الفصول والمدرسه بتيجي علينا ومش عارفين نقعدوا؟ نفسي ان تبقى مدرستي جميله يا جماعه، مش خايفه من قبله الرياضه بتقعد تكتب لنا ويجي بالسبع مرات ما بنفهموش ولا بتشرح، وبتسيبنا نتعاركوا مع بعض ولا ما بتجيش، والمدير بيضربنا وبيشتمنا باهلنا وبيفتح العيال وبيقول ما حدش يجي. بتاعت العلوم ما دخلناش من اول الترم، ما دخلناش خالص، والمدير بيدخل علينا ويضربنا. والنهارده كان يوجعونا واحنا نازلين في الفسحه، وكانوا يكسرونا. النهارده ايه اللي حصل؟ احنا المدرسه كانت بتاعه، واحنا كلنا صوتنا، العيال صوتوا، نجي مع السلم جري ويصوتوا. نفسنا ان احنا نتعلموا حلو، والمدرسه دي تبقى حلو. طيب احنا كنا من شويه عرضنا النموذج جيد، يعني المدرسه بتعلم الاطفال كيف يمكن ان يتفادوا التحرش باسلوب مهذب يعني.
واضح ان اغنيه ديسباسيتو المنتشره بشكل كبير في خلال السنه الماضيه تحديدا، يعني انتشارا كبيرا وفائقا يعني في كل مكان، لكن في اولياء امور قالوا انها تدخل المدارس خاصه، يعني ما هو احيانا الناس بتسمع الاغاني الاجنبيه دون ان تدقق في كلماتها، يعني فلانه اغاني الكلمات الاغنيه يعني تتناقض مع الطفوله ومع النشء، وفيها بعض الالفاظ يعني ما عندهم مخاوف يعني بانه ازاي الاطفال توصل لهم هذه الاغاني. وكمان احنا عندنا يعني ممكن نعلم الاطفال حاجات كتيره، وفي عندنا يعني في تراثنا الفني والغنائي اكوام جبال من الأغاني المهمة. يعني نشوف كده المشهد أولا ونعقب عليه. طيب خلينا أقدم الأستاذ عبد العزيز فهمي مدير عام إدارة المعصرة. أستاذ عبد العزيز أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. أستاذة ملك طاهر عضو حملة مكافحة الفساد. أستاذة ملك أهلا بيكي. أهلا وسهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. أستاذ عبد العزيز خلي حضرتك معايا أسأل بس أستاذة ملك، أنتم معترضين ليه يا أستاذة ملك؟ اتفضلي. يا فندم طبعا احنا معترضين، هم لو الناس عندها بس علم وخلفيه بمعاني كلمه ديسباسيتو دي ما كانوش قالوها في معقل مدرسه تربويه وتعليميه. المفروض احنا بنعلم ولادنا ايه يا استاذ وائل؟ احنا بنعلمهم ايه يعني؟ المفروض الكلمه دي اطلقها شويه فنانين بورتوريكي ولويس فانتي ومغني الراب دادي بانكي، انا ماليش دعوه بالناس دي كلها، بس لو نشوف مدى الخبث اليهودي. يعني 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 ما فيش مشكله انهم يتعلموا كل الاغاني والتراث الغنائي في كل مكان، انت عندك المشكله في كلمات الاغنيه ولا؟ يا فندم كلماتها بذيئه جدا جدا، وكلماتها تدعو للفجر والعياذ بالله، لان المفروض ان احنا في ظل اصدار امر اداري ظهر في الاونه الاخيره في كثير من المدارس الابتدائيه لبث روح الانتماء للوطن لاذاعه نشيد الصاعقه المصريه اللي هم قالوا ايه علينا دول، يعني انت متخيل حضرتك احنا بنبث في ولادنا ايه دلوقتي وقت ما الشهداء كلهم دمهم بيسيل في سينا، واحنا عايزين نخلي جيل ناشئ طالع لازم يكون يحمي بلده ويكون قوي، بنعلمه ديسباسيتو؟ يعني انا مش يعني انا شايفاه، انا بناشد وزير التربيه والتعليم في ظل توجهات الدوله لتطوير التعليم والتطبيق التجربه اليابانيه، معقول في الوقت ده وفي بالتحديد في المرحله دي هو احنا بنتقدم ولا بنتاخر يا استاذ وائل؟ يعني احنا بنتقدم ولا بنتاخر؟ احنا المفروض في ماده تربويه بتتقدم للاطفال الروده في كوكب اليابان زي ما بيقولوا، اسمها ماده الاخلاق. احنا هنا بنقدم ايه سيادتك؟ احنا بنقدم طيب. ايه؟ بنقدم ديسباسيتو. ديسباسيتو الناس ترقص، يعني مثلا الاغنيه دي ملت عقول الملايين من الكبار والصغيرين والمشاهير وكلهم رددوها ورقصوا عليها وكلماتها اوكي زي الفل، لكن انتوا عارفين معنى كلماتها ايه ولا احنا بنردد وخلاص؟ احنا بناشد وزير التربيه والتعليم. الاطفال كمان ما يعرفوش اسباني يعني، فهي يا فندم بالظبط، بس هقول لحضرتك مهما كان بيعرفوا احنا بنربي عيالنا تربيه دينيه تربويه، سيبك من دينيه عشان ما ندخلش في الحوارات دي، يعني احنا بنربي اولادنا على الاخلاق والقيم والمبادئ. طيب. استاذ يعني عادل رشاد معترض، استاذ عادل رشاد المحامي، عشان اسال استاذ عبد العزيز بقى تعليقه. استاذ عادل حضرتك معترض على ديسباسيتو في المدارس في المدرسه؟ انا طبعا معترض اعتراض كامل على اللي بيحدث في مدارسنا وعلى اطفالنا. وبنقوله النهارده احنا دي وزاره التربيه والتعليم. لما نلاقي ان المدرسة للأسف الشديد بتعلم أولادنا اللي هم الثروة القومية بتاعت البلد، بنعلمهم أغنية الصبح في طابور الصباح
احنا تربينا على غير كده، احنا تربينا على ايه النهارده؟ الايات القرانيه، نشره اخبار، تحيه العلم. النهارده نلاقي واحده النهارده معلمه بتعلم اطفالنا وبناتنا اغنيه اسبانيه تدعو للاباحيه. هل المدرسه بتدرس اسباني؟ ما انا عايز اعرف. هي ما بتدرسش اسباني، احنا النهارده ثقافتنا اسبانيه ولا ثقافتنا النهارده في ظل النهارده شرطتنا وجيشنا العظيم اللي بيضحي بالغالي والرخيص. عايزين مدير المدرسه يا جماعه نشوف المدرسه، هل ما انا فاهم. هي المفروض النهارده تسال عنها المدرسه ومديره طيب. المدرسه واداره المدرسه ونشوف على النقيض. على النقيض ان وكيل وزاره التربيه والتعليم بالمنيا يصدر قرار لجميع المدارس في محافظه المنيا لنشر نشيد الصعقه ده ولاء للوطن. وناش النهارده بربي اولادنا على ازاي النهارده قيمه شرطتنا وقيمه جيشنا اللي بيدافع عن الولد. طيب خلينا اسال كده الاستاذ عبد العزيز فهمي مدير عام اداره المعصره. استاذ عبد العزيز، هل جات لكم شكاوى من المشهد اللي انا شايفه ده وكيف تتعاملون معه يعني؟ هو نفسي اعلق بس تعليق صغير بالنسبه لينا يعني. لو احنا هو ده اليوم الاربع اللي فات يوم 28/2 كان في يوم عاملين الاذاعه للغه الاجنبيه الثانيه بمختلف الانجليزي واسباني والماني. فالنشيد جه في يعني كنشاط كنشاط اذاعي. اما يعني احنا مش بنتكلم ان احنا النشيد نفسه الكلمات اللي فيه ما فيش يعني. عندنا جبت موجه له اول ما عرفت بالشكوى اللي اولياء الامور اشتكوها على صفحه الفيسبوك. نزلت بنفسي وجبت موجه الاول لغه الاسبانيه. مفيش كلمات حقيقيه للجنس او اي يعني كلمه مخله. ده بالنسبه للاغنيه. اما بالنسبه لنشيد الصاعقه نفس المدرسه اليوم النهارده نفس المدرسه يعني لكن هو قال لك الاغنيه مفيش فيها كلمات اباحيه. مفيش يا فندم. ده الموجه. ورغم ذلك محول المدرسه للتحقيق. تمام يعني. ورغم ذلك انا محولها للتحقيق. تمام. احنا بنتكلم ان احنا ما بنبصش على الجوانب السلبيه. لا احنا عاوزين نشوف الجوانب الايجابيه كمان. يعني احنا نشيد الصاعقه نفس المدرسه النهارده للولد مغنيها مش شغاله بكاسيت يعني شغاله الولد مغنيها وتفاعل الطلبه كلهم مع الولد في نشيد الصاعقه. يعني احنا مش عاوزين يبقى في اللي احنا نمسك حاجه لا يعني حاجه معينه ونعلق عليها نقول لا. وهي هي القضيه مش كده يا استاذ. يعني انا الحقيقه ضد الصيد ومش ضد الفن كمان ان الناس حتى تغني اغاني من دول عالم مختلفه. يعني ما عنديش مشكله. هي حتى كده هتحسن لغه الاطفال يعني مع الاغاني الوطنيه مع اغانينا. وبالذات ان اللغه باللغه الاجنبيه الثانيه بتدرس في نفس المدرسه. يعني هم عندهم اللغه الاسبانيه بالظبط. طيب يا فندم. بس هو عشان بس انا كمان ما كانش عندي الوقت ان انا الحقيقه وما كنتش مشغولا قبل كده بان انا اشوف كلمات ديسباسيتو ايه يعني. بس انت حضرتك لانه كمان لازم تدقق في ده. لو هم بيدرسوا الاسبانيه وهي فيها كلمات الحقيقه ما شفتش. عايزين لسه حد يقول لنا بشكل واضح يعني انت حققت في الامر وقالوا لك ان ما فيش فيها كلمات اباحيه يعني. ايوه يا فندم. معايا التقرير من الموجه الاول للماده الاسبانيه وما فيش فيها اي كلمات حقيقيه خالص. طيب يا استاذه مالك انت جبتوا منين اللي انت بتقوليه؟ اتفضل يا فندم. لو حضرتك برضو عملت سيرج في اليوتيوب وشفت معنى كلمه. لا اصلا انا ما باخدش الحاجه مش عايز يبقى مصدري النت. ما انا عشان كده انا لو كان عندي مصدر نت وبس يا فندم. يا استاذ وائل مش مصدر نت وبس. معنى الكلمات انا ببص لك بعيني. انا عيني عليك. انا عايزه اروح لك. انا عايزه اجي لك. الكلام ده كلام الاغنيه. ده كلام الاغنيه اللي احنا بنغنيها وبنرددها زي البغبغانات يعني. انت حضرته بيقول لغه تانية. انا معاك ان هو لغه تانية. ليه ما تكونش انجليش؟ ليه ما تكونش لغه انجليش؟ اي اغنيه انجليش؟ ما هو عشان هم المدرسه بتدرس اسباني. المدرسة هو نظامها اسباني. ما لقوش الا ديسباسيتو. ما في اسباني كتير. اشمعنى ديسباسيتو؟ ما هم لو رجعوا للمرجع الاساسي. بس يا استاذ مالك لو ما انت عارفه ديسباسيتو هي الاكثر ذيوعا. انا الحقيقه عشان يعني حتى اكون منصفا ما كانش عندي الوقت ان احنا نتحرى كثيرا على كلمات الاغنيه بدقه يعني. صحيح منتشره وذائعه الصيت بس الحقيقه يعني ما تحريتش في كلماتها يعني حتى اكون منصفا.
نشوف يعني هنا الأستاذ عبد العزيز بيقول بيحقق في ده، لكن حتى انفتاح الناس على الفنون العالمية والأجنبية زي انفتاحهم على اللغة يعني يحسن لغتهم، لكن المهم انها ما تكونش فيها كلمات سوقية أو إباحية. بشكركم. لو شفنا السيدة جيهان حسن اللي هتشوفوها دي، هي يعني تشرف بشكل كبير، هي بتجمع القمامة. شوفوا ازاي الطبيعة المصرية بما فيها من دايما الطبيعة المصرية، هتلاقي اللي بيشتغل كتير بيساعد نفسه بالغناء يعني، وحتى هتلاقوا البنائين والعاملين بيدندنوا وبيغنوا يعني، فهي بتغني وصوتها حلو يعني ونفسها تكون مطربة، وبدأت تعمل ده وهي بتشتغل في جمع القمامة وبتغني أغاني شعبية وبياخدوها بعد كده بتغني في الأفراح عندهم، بس هي نفسها تتحول إلى مطربة. شغاله بقى بشتري عند حد تلاجة قديمه بشتريها، غساله قديمه بشتريها، شويه كرتون لقيتهم بجيبهم وبلف طول النهار وباجي اخر النهار اوزنه وبروح مروحه البيت. بقالي كام سنه بقى في الشغلانه دي نفسها؟ الشغلانه دي الصراحه يعني بقالي فيها كده حوالي 5 سنين. قبل كده كنت شغاله؟ كنت شغاله برضو، بشتغل في اي حاجه، اي حاجه تجيني بشتغل فيها، الشغل مش عيب. كنت سارحه وبعدين كانت معايا 2 اصحابي ولقيناهم بيصوروا فيلم، كان في اجانب وبتاع بيصوروا فيلم الله اعلم هم بيصوروا ايه. فالمهم واحده صاحبتي قالت لي ايه دي اغنيه، فالمهم رحت انا مغنيت اغنيه وخدنا بعضينا ومشينا. جه ورايا هو الاستاذ عبد الله ده الفضل ربنا والاستاذ عبد الله ده. رحت المهم عمال ينادي عمال ينادي، ببص ورايا رحت لفه له بالحصان، راح قال لي تشتغلي تغني، قلت له يا ريت دي فرصه وبستناها من زمان. راح قال لي طب اسم حضرتك ايه؟ قلت له جيهان. المهم راح ايه عامل لي فيديو صغير كده وراح رفعه لي على ايه؟ على الفيس. بقول يا اللي معاك المال يا طبيب المباني، انا كل الناس تكلمني طول ما اتقطع مني المال يا خساره، ما لقيتش حد يكلمني. انا رحت لاخويا العزيز ما رضيش يكلمني، دنيتي نايم على الفراش لما الفرش كان مني مني. جيهان يعني من صغرها ما يكون عندنا فرح على حاجه تفضل تغني قبل الفرح باسبوع من زمان، واحنا متوقعين ان هي ممكن هتيجي في يوم وحد يكتشفها. صوتها حلو احسن من ناس كتير بتغني، بس هي محتاجه حد يقف جنبها. والله هي من زمان وهي بتغني وساعات بتيجي عندنا افراح بتغني وصوتها حلو، ونتمنى ان حد يشوفها ويكتشفها. والله هنا كله بيحبها وبتقعد تنقط في الكرتون وتنقط في الزباله وبتقعد تغني طول ما هي قاعده بتدندن كده، فبتتمنى تبقى حاجه عشان خاطر عيالها وربنا يكرمها بامر الله. يعني يا ليل يا ليل، يعني يا ليل يا ليل، يا عيني يا ليل يا يا ليل. وعيني رأيت عني المركب بدت مايل، وانا قلت له ليه يا ريس مش معنى انا مركبي مايل، هي حكاية ريح ولا الشرع مايل. وقال له لا حكاية ريح ولا الشرع مايل، ده انا اللي نصيبي كده ما دام مشيت مع المايل المايل. انت امنياتك ايه؟ هل انت نفسك فعلا تتجه لمجال الغنى وتبقي بتغني؟ نفسي والله، عشان عندي موهبه في صوتي. نفسي والله. هو ده اللي انت فعلا نفسك تحققه؟ والله نفسي كمان، عشان انشل عيالي من اللي انا فيه دوت، وانشل عيالي من موضوع قصه الزباله دي. بقول يا عيني ده دي اديب كترك اللي كان، يا مال ادي مدلعك يا عيني، يا ما صرف عليكي بليان. أيام بنشرب عسل وأيام بنشرب خام، وأيام نبات في السكان وأيام نبات في الطل، وأيام بتحكم يا عيني على ولاد الأصول تنزال تنزال. طبعا الاحوال المستشفيات في مصر من القضايا اللي بنهتم بيها. هتشوفوا المشهد ده كده، عشان يخفضوا الحراره بتاع الطفل حطوه في حوض نتيجه انه المستشفيات في مصر بلا مستشفيات، انهيار الحاله الصحيه في مصر، فتخليهم
يضع الطفل في حوض علشان يخفضوا له الحراره. استاذ حسام والد الطفل اياد، استاذ حسام اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. قول لي ايه ده اللي انا شايفه ده؟ انا حضرتك بس عايز اصحح لحضرتك معلومه، هم ما حطوش الطفل في الحوض. احنا ما عرفناش نعمل ايه عشان ننزل حراره ابننا، احنا اللي حطيناه في الحوض. طب انت مش جوه المستشفى؟ حضرتك طلعنا، احنا طلعنا المستشفى فوق وحجزنا. طلعنا فوق في المستشفى وحجزونا في المستشفى. حجزوكوا ليه؟ حجزونا عشان الطفل عنده حاجه اسمها انيميا الفول وحرارته كانت ارتفعت جدا. طب ما لازم ياخد خافض عشان الحراره تنزل والطفل ياخد علاج. طب فين الخافض؟ حضرتك الممرضه قالت مفيش خافض ومفيش ترمومتر، اشتري ترمومتر من بره. وهو واحد دقيقه واحده بس، يعني الممرضه قالت لك مفيش ترمومتر. أيوة. انزل اشتريه ومفيش خافض. مفيش خافض وانزل اشتري الترمومتر، واوعى واحد يعمل كماده قطن ويحط عباية فيها ميه ويرميها على الارض تاخد وقت الميه وسله الزباله. طيب حضرتك هات لنا خافض. قالت طب نجيب خافض. قالت ماليش دعوه، الصرافه هاتوا من تحت. المستشفى اسمها ايه يا استاذ حسام؟ مستشفى ابو المطامير العام. مستشفى ابو المطامير العام خدنا الطفل. ابو المطامير العام يعني المستشفى ابو المطامير العام ما فيش فيها لا 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 الخافض ولا فيها كمان قياس الحرارة. ما فيش. انا بقول لحضرتك احنا شحتنا من واحدة محجوزة الترمومتر قيسنا بيه حرارة لابننا، الممرضة رفضت تديله خافض، رفضت تقيس الحرارة، وكمان قالت لنا يعني هيبقى في عقاب لو انتوا رميتوا قطن على الارض في مبلول مية. عقاب كمان. واحنا خدناه حطناه في الحوض لان ما وديناش حالة. احنا قدامنا حاجة. ما فيش قدامك حاجة، حطيت ابنك في الحوض كده. هنعمل ايه طيب؟ خليك مكاني، ابنك بموت ومش قادر تعمل له حاجة، هتعمل ايه؟ انا مش في بيتي عشان اجيب له ثلج، ولا انا حطيته في الحوض. مفيش قله حيله، اعمل ايه؟ خليك مكاني. دكتور انور ابو حديد مدير مستشفى ابو المطامير العام. دكتور انور اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل. معقوله يا دكتور انور مفيش ترمومتر لقياس الحراره ومفيش خافض؟ الكلام ده غير صحيح يا استاذ وائل. غير صحيح؟ غير صحيح يا استاذ وائل. وبعدين حضرتك اللي هذا الطفل احنا طلعنا له رئيس قسم الاطفال الدكتور نزيه، وبعدين حضرتك الحراره ارتفاع الحراره في الاطفال بننزلها بالميه، ولو حضرتك سالت اخصائي الاطفال الكمادات كده بالميه ازاي. بالميه ازاي دلوقتي حضرتك؟ احنا بننقل الدم لما تكون الحراره معتدله، يعني ايه الطبيعي بتاعها كام؟ 36 و3 من 36 ونص 37 و3 شرطات. كلام طيب؟ فالممرضه قالت له روح اغسل له تحت الحنفيه. واخد بال حضرتك؟ معايا يا استاذ وائل؟ معاك. فهو اخذه حضرتك وتصورت. لو سالنا حضرتك اخصائي الاطفال احنا من في حالات السخونيه بنعمل كده كمادات على راسه ومنحمي نصه اللي تحت. طيب وبعدين دي هل تعتقد يا دكتور انور ان استاذ وائل باشا؟ ايوه يا فندم. ان عائله يعني في مريض هيكذبوا يعني ويقولوا الممرضه قالت لنا ما انزلوا هاتوا ترمومتر منش يا استاذ حسام. طب خلينا اسمعه استاذ حسام اتفضل. دكتور انور بقول لك ما حصلش يا استاذ وائل الكلام. لا انا مع احترامي للدكتور انور، احنا كنا قاعدين شباب البلد كلهم كانوا موجودين، والناس بتاعت مجلس المدينه كانت موجوده، والناس بتاع والدكتور اللي هو الممرضه غلطت قدامه فينا كان موجود. واللي انا بقوله لحضرتك لو طلعت فيه كلمه كذب انا على الهوا، انا بكلم حضرتك على الهوا وقلت لك اسم رباعي، مستعد ان اتحمل مسؤوليه واتحاسب. اتحمل مسؤوليه يعني واتحاسب. كل كلمه قلتها لك انا صادق فيها. يعني الممرضه قالت لك احنا ما عندناش ترمومتر تنزل اشتريه من تحت. قالت لي انا مش هممني مدير المستشفى ورا الدكتور اللي انت جايبه لي، مش هيقطع رقبتي قدام الدكتور وهو واقف ومفيش طيب هو بيقول لك احنا بننزل الحراره بانك بتحط الواد في الميه كده. حضرتك انا بقول لحضرتك احنا اللي حطينا ابننا في الميه قله حيله. الدكتور جالنا الساعه 1، الدكتور نزيه رئيس قسم اطفال يشكر، جالي الساعه 1:30، انا داخل 10:30 المستشفى. طيب انا يا دكتور انور انا بس مش عايز دايما
يعني نغتال الضحية يعني. أنا عندي أصل هو والد مريض يعني هيكذب ليه يعني؟ على فكرة حضرتك إحنا عملنا اللازم وأكثر. أنا نقلوا الدم وطول النهار رئيس قسم الأطفال الدكتور نزيه مع هذا الطفل. دي حالة عادية خالص يا أستاذ وائل. استقبلناه من الاستقبال وسألوا الحرارة تحت وطلع للممرضة فوق. طيب. الممرضة معاها حالات كتير فقالت له قاسة الحرارة. طب على أي أساس قالت له روح نزل هذه الحرارة اعمل له كمادات. طيب ده يعني كده انها قاسة الحرارة. يا 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 أستاذ حسام عملت ايه بعد كده؟ ابنك حالته ايه؟ ابن الدكتور أنور يشكر جاب لنا رئيس قسم الأطفال قعد معانا طول النهار. ابننا حرارته نزلت حوالي الساعة 4 عملنا له تحليل خارجي وبعد كده خد دم. تابعنا رئيس قسم الأطفال لحد ما طلعنا من المستشفى. أنا ما بكلمش حضرتك في الدكاترة، أنا بكلم حضرتك في التمريض. أنا ما قلتلكش الدكتور أنور يشكر لأن مستشفى. خلينا بس يا جماعة نشوف الحالة بس. أنتوا ما عندكوش ترمومتر فعلا يا دكتور أنور؟ حضرتك كل اللي حصل هقول لحضرتك حاجة بقى. طب أقول لحضرتك الدكتور وليد قال لها هاتي سماعة قالت له ما فيش، هروح أشحت لك واحدة من بتوع العناية المركزة. الكلام ده طبعا غير مظبوط يا فندم. اقصد ايه يا دكتور انور؟ بص يا فندم انا بحاول الم الموضوع انت. طيب. عيب ما تقولش. خلينا كده خلينا ناخد واحد من شهود العيان اهوت الاستاذ علي سالم. يا استاذ علي تحت امرك يا استاذ وائل. هل قالوا لهم فعلا مفيش ترمومتر ومفيش خافض؟ اقسم بالله ثلاث مرات. اولا الدكتور انور يعرف علاقتي بيه كويس خالص. علاقتي بيه انا ابو الشباب ابو المطامير. وكنت رزروفه في المستشفى للتقويم مش للسلبيات. انا اول مره نتكلم في سلبيات حضرتك النهارده. اول مره من 25 يناير نتكلم في سلبيات. طيب. والبلد كلها عارفاني. طيب بتقول شحتنا ترمومتر من المريض اللي جنب السرير. المريض اللي جنب السرير والست دي موجوده، خدنا الترمومتر بتاعها غسلناه وقفنا بيه للولع عشان ما يحصلش عدوى. الولا كان درجة حرارته 39.5. طيب. مفيش أي حاجة في المستشفى. أنا ما بندلش الدكتور أنور، ما بندلوش. الراجل ده لسه ماسك المستشفى جديد بقاله 20 يوم. طيب إيه بس هو دكتور أنور خلوه يا جماعة نعترف بالأخطاء بدلا من سلخ المرضى وإعادة اغتيالهم يعني. اسمعني حضرتك بقى. اتفضل حضرتك بقى. أنا الدكتور أنور يحيى أبو حديد دكتوراه جراحة استشاري جراحة. جامعة اسكندرية. انا انا مدير مستشفى من يوم 22/2 بحكم محكمة. انا جاي بحكم محكمة. انا جاي في هذا المكان بحكم محكمة. انا قدام يعني انا لسه مكتشف هذه المواضيع وبصلح في المستشفى وهتبقى احسن مستشفى ابو مطامير. انا كويس جدا. ما هو ده كويس جدا بقى دكتور. انت هنا تقول يا جماعة أنا عارف إن في انهيار بس أنا جاي أعالجه وأصلحه يعني وأنا لسه جاي. فهنا يبقى في نقاش، إنما مرميش الكرة في ملعب المريض الغلبان يعني. هقول لك حاجة تانية برضو للإنفكشن كنترول بنعمل إيه؟ الممرضة معها ترمومتر ماشي حضرتك؟ فأنا بألزم أبو الولد يجيب ترمومتر عشان ما نقلش عدوى من طفل لطفل لطفل. يعني الممرضة معاها ترمومتر والمستشفيات ما عندهاش إمكانيات ترمومتري. حضرتك بيتكسر كتير. الممرضة معاها بس أنا بألزم أبو الطفل يجيب ترمومتر عشان ما نقلش عدوى من الطفل للطفل. وبعدين مش غالي يعني 5 جنيه ب10 جنيه يعني. ما أنا مندهش له في ده لأن أصل المريض اللي جاي شايل ابنه بسرعة ده عشان ينزله تاني يشتري ترمومتر من وبعدين حضرتك دي حالة فافيزم يعني إيه؟ انيميا الدم. احنا تعاملنا معاها دي اساسا نحولها قسم الدم في اسكندريه يعني. احنا نشكر يا مستشفى ابو المطامير ان احنا تعاملنا معاها دي. اي حد يبعت لك 100 ترمومتر يا دكتور. انا بس كويس انا بحيي شجاعتك في الاخر ان انت بتقول انا جاي اصلح يا جماعه وفي حاله انهيار بس ادوني وقت يعني. تمام الله ينور عليك استاذ وائل. انا مستلم بحكم محكمه بقالي 10 ايام بالظبط. طيب بشكركم جميعا لكن تشوفوا يا جماعه يعني هنا والله صدق او لا تصدق ان تبقى نقول للمريض انزل هات ترمومتر يعني شايل ابنه بسخونه وبيموت منه يعني ومفيش خافض ومفيش امكانيات
وهيضطر الدكتور انور في النهايه علشان دي العاده يعني فيلقي بالكره في ملعب المريض يعني، وبعد كده يستيقظ الضمير في الاخر فيقول انا جاي بحكم محكمه انا لسه جاي، فانا عارف ان في انهيار وفي اسوأ من كده. هطلع فاصل، بعد الفاصل يا جماعه القضيه اللي هنناقشها دي يعني بدعوكم جميعا ان المجتمع كله نناقشها مع بعض. وهنشوف تقرير تحقيق عاملينه في عدد كبير من محافظات مصر يعني، هو القضيه اجتماعيه. القضيه اجتماعيه علشان تجهز بنتك بنتك، شوفوا الناس بتعمل ايه وحاله المغالاه وحاله التباهي، لحد انه لو عندنا صور كده قبل ما نشوف التحقيق هنشوفه بعد الفاصل ازاي انه حتى العائلات لازم يمشوا يزفوا الجهاز بتاع العروسه ولازم يبقى الجهاز يتناسب، ده حتى هنلاقي ناس بسيطه جدا وتقول اه انا بنتي اهو بيعملوا الزفه دي بالجهاز بيزفوه في الشوارع اهو، ده جهاز العروسه لازم يزفوه في الشارع كده علشان يقول لك كمان عشان لو لها اخت فيجي لها عريس يقول لك اهو ده جايبين لها ثلاث ثلاجات، واتضح انه الناس ثلاث شاشات وثلاث ثلاجات وبنتي ما تبقاش ليه زي سكينه وزي ناديه وزي منى، والناس تقلد بعض. القضيه ان المجتمع دلوقتي محتاج هذه المفاهيم تتغير وتتبدل، وده لانه بيمس قطاعا كبيرا في المجتمع. احنا سجلنا في عدد كبير من محافظات مصر تقارير، وكمان هنشوف مناقشه بين اطراف هذه القضيه، هو ليه الناس بتتمسك بان البنت ما لازم يبقى جهازها كده ولازم تكون داخله بالكام ثلاجه وكام غساله وكام شاشه والاجهزه والاساس وكل ده، يعني كل ده فيه مناقشات، وكل ده بتعتمد على ما يمكن ان نسميه تحمل الاطراف كده وتعالوا نبني بعضنا مع بعض. لا ده مش موجود. وكمان اللي هتسمعوه من ناس بسيطه انه الناس بتقلد بعض وشمعنا فلانه، وان كمان عشان البنت اختها يجي لها واحد فلازم يشوفوا جهازها مسفوف في الشارع علشان يقولوا ان احنا اهو عندنا ونقدر نجيب نجهزها. يعني مفاهيم يجب ان تتغير، يجب ان تتبدل، لكن ليه؟ ونسمعهم ونناقشهم على اعتبار انه هذه القضية من اهم القضايا الاجتماعية. شوفوا ارتفاع نسبة العنوسه بشكل كبير، كمان المشاكل المعيشية والاجتماعية، وبتحصل مشاكل بعد الجواز، وممكن بعد ما تعمل ده كله زيجات لا تستمر. اللي بيستمر هو التوافق، اهم من ثلاث ثلاجات وشاشتين وغسلتين ومش عارف ايه الكلام اللي هنسمعه في التحقيق وهنسمعه من الضيوف داخل الاستوديو. مشاهدينا نحييكم من جديد. القضية اللي نوينا عنها قبل الفاصل قضية اجتماعية موجودة في معظم محافظات مصر، هنعلق عليها من خلال التحقيق اللي هتشوفوه، تحقيق حققناها في عدد كبير من المحافظات. هتسمعوا إلى بعض التعليقات، الأسباب، الدوافع، إيه اللي بيخلي العائلات يعني تجهز البنت بشكل معين لا تنازل عنه. وكمان هتشوفوا ازاي بيزف الجهاز في الشوارع يعني للتعبير عن حالة تباهي، او زي ما هتسمعوا بعض الجمل اللي يقولك عشان كمان اختها لما تيجي تتجوز فالناس تشوف بنجوزهم ازاي وبنجيب لهم الجهاز ازاي. يعني مفاهيم اجتماعية، هل يجب أن تتبدل؟ هل يجب أن تتغير؟ ولا هي مفاهيم لا يمكن أبدا تغييرها، تحولت إلى عادات اجتماعية ثابتة؟ تعالوا نشوف التحقيق التلفزيوني وبعدها هناقش القضية مع ضيوفي أقدمهم قبل ما نشوف التحقيق.
أستاذة دكتورة مروة الشريف، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. أستاذة نورهان الشامي، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. أستاذة بدرية الشريف، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. دكتورة رحاب العوضي، أهلا بيكي يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا أستاذ وائل. كمان معانا حاج فتحي ثابت، أهلا بيك. أهلا بيك. والأستاذ علي العرابي المحامي بالاستئناف العالي بمجلس الدولة، أهلا بيك. أهلا بيك. تعال نشوف التحقيق التلفزيوني وبعدها يعني هتلاقوا كل جملة بتتقال على ألسنة الناس تحتاج إلى تعليق، وكمان هنشرك المشاهدين معانا في هذه القضية لأنها موجودة في كل بيت في كل محافظات مصر. بس البنت الايام دي بقت اوفر وعلى اغلبها حاجات فاضيه لا تستعمل. هو ده سلو بلدنا ويا ريت تبطل الموضوع ده خالص. شيشك. عادات الزواج بين التباهي والضروره. اقل قايمه هنا لما تقولي قايمه عيله غلبانه وما حلتهمش اقل حاجه لها 200,000 جنيه. عندنا في بلدنا هنا بيجيبوا 3 ثلاجات 90 كوطه. اصل احنا في ارياف. فالارياف ماشيه بالطقوس دي. مجوزه 3 بنات. جايبانهم زي الناس نظيفة. أو 3 شاشات عار فهنعمل إيه؟ غسلتين وشاشتين وغسلجات اللي ماشي يعني. النهاردة بنتي جايبة هي فلان أنا بنتي جايبة كذا وكذا يكي تعزلها وحش. أنا بنتي معرفش جايبة هي فلان تعزلها معرفش إيه. تأثير الآخر على حياتي بقى أقوى من ظروفي أنا الشخصية. لازم أن البنات بتراعينا بتراعي بعضي. من البنات بتاعته ليش معنى دي زميلتي تجيب زي احسن مني هبقى زيك. نظره الاخر ليا من كتر ما تدخلت وتعمقت واقتحمت حياه الناس فاصبحنا بنتحرك من خلالها. بتضطر ان انت تروح للمحل عنده الحاجات دي بتمد على وصل لبعد الفرح قبل ما انت الشهر اللي بعد الفرح مضطر بقى يشكي. يعني الجاموسه مصدر دخله، ارض مصدر دخل، يبيعها عشان يستر بنته. اي عروسه بتحب ان هي يكون لها جهاز كتير وكده. الفشخره بقى وكده. العرايس هنا عندنا بتجهز بالطريقه دي. وصلني يا اسطى وصلها وديني طنطا وصلها وقعت المشكله كده اهو خش المعرض جوه. التكلفه دي تكلفه غير عادية، احنا مشفناهاش قبل كده. الواحدة تجيب غسالة اوتوماتيك كامل وغسالها هاف نص اوتوماتيك وغسالة ستانلستين وغسالة اطفالي باربع غسالات عشان تجيبهم معاه، وابوها لازم يجيب الكلام ده عشان تبقى هي زي جارتها وزي بنت خالتها وزي بنت عمتها وهكذا. انت بتطلع بنتك وبتعمل لها زف، انا ببص ليك عايزة اطلع بنتي واعمل لها زف. بتزف حاجتها عشان الناس تقول هي جايبة كام عربية، ابوها مبسوط ولا مش مبسوط. انت واخد بالك؟ يعني يتناسب لو عنده بنات تانية يتناسب ولا ما يتناسبش. من أرض العملة وناس متعادلة ومليون شبل بسيفه الرمل دي حملة رجولة بالرملة وكله عايش على كيفه الله. كراتين تكفي مخيم اللاجئين. هاتوا خلي بالك على الكراتين. فيما بعد بيعيروه بيعيروا العروس. سيف مسلط على رقاب الاهالي وزي ما قلت لك قبل كده بيشكل عليهم ضغط نفسي رهيب ما بيبقوش قادرين يتخلصوا منه. هتلاقي في نيش، النيش دي حوالي من 2 متر ونص او اكتر من 2 ونص مليان، وعلاوه عن ذلك حاطين في كراتين وحاطينهم على الدولاب. يعني عمره ما هتعمل طقم كفان جايبها ب 1000 جنيه او ب 2000 جنيه. الكراتين دي ما تنفتحش بقى الا ايه؟ الا لما يمكن الجراب البراني ده يدوب. هات لي احلى حاجه عندي.
ده كارثة لوحده. يعني تلاقي البنت مثلا طقم للأكل وطقم للنيش، ترمس للشاي وترمس للنيش، طقم شربات للضيوف وطقم شربات للنيش، وبتاع النيش أغلى أضعاف أضعاف. احنا مجوزين اخواتنا وشايفين نوع من انواع التقليد المجتمعي، بيبقى عقل جمعي في الاخر. بجيب حاجه للنيش بس ما استعملهاش. للزينه عشان الناس تيجي تتفرج عليها وتمشي. العادات والتقاليد قوتهم احيانا بتبقى تكاد تفوق قوه القوانين والتشريعات. بتجيب لها لحد دلوقتي ما عندنا جديد، ان نجيب لها بوتاجاز وتجيب لها ثلاجه رخم وتجيب لها طبعا لحماتها تجيب لها ده كله على اساس امال ايه؟ على ايه عاداتنا؟ استخدم فيها ايه دي؟ عامل فيها ايه؟ ودي صنادل العروسه وشماشه. تعالى بقى اتفضل. عندنا هنا بيجيبوا لغايه المطار، لغايه المطار لغايه المشنات هنا بيجيبوه. اي عروسه بتحب ان هي يكون لها جهاز كتير وكده، الفرشخره بقى وكده. ام العروسه بتجيب مش عشان العروسه تستخدم الحاجات دي، مش عشان تستخدمها، لا، ده هي بتجيب عشان يقولوا ان دي جابت، ولو ناقصه يجي اهل العريسه والعروسه يطلبوا الحاجه اللي ناقصه. انا لما جبتهاش تجرسني حمات. يعني ايه الناس تاكل وشنا؟ يعني اللي ياكل وشنا كده يجي يورينا كده هياكل وش التاني ازاي؟ يعني انا مش فاهم. يعني يصيروا عندنا كده، وان ما جهزتهاش كده بيقول لك بيبصوا له مش عارف جاهز بنت، يحصل مشاكل، ممكن الجواز يتفركس زينا زي الناس. وكلام الناس يلمك وتعمل دي مطبخ دي كلها، ده غير انها بقصتها. اسمع كلام الناس من هنا ومن هنا وارمي عينا ليلى 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 ليلى. لو له حافظ دلوقتي عشان البقره ما تزعلش. قول لي غطايه الحله في كرتونه، غطايه الحله في كرتونه، والحله نفسها في كرتونه، انا هعبيها كراتين، مش عايزه تعبي كراتين وتور الناس. يبدأوا بعد كده يكتبوا الأم أو الأب إيصالات أمانة بقيمة أقساط هذه الأشياء، ومتخذ عليها وصلات، وبابات في دور الناس، والحملة جت خدتني نفسي مش قادرة أسيبها، عليها حوالي من 100,000 جنيه. كان ربنا رزقني بواحدة قبل كده اسمها أم عمر ومسددة للبيت. لو واحد مخلف 3 بنات عايز له أكتر من 500,000 جنيه. هذا العادات والتقاليد دي ظلمتنا كلنا. أنا مدين حوالي 145,000 جنيه، والله 145,000 جنيه. حد بسيج الأسر أحياناً بتنهار، الأسرة اللي هتتكون والأسرة أساساً بتاعت الأب والأم، من كتر الضغط اللي بيعملوه على نفسهم ومن كتر الديون اللي بيحاولوا إن هم يستدينوا علشان يعملوا الحاجات اللي تخلي الناس راضية عنهم. لو مش لاقية تاكل لازم تجهزي بنتي. الشاب سيقترب، الأب سيقترب، أبو العروس سيقترب، النتيجة السجن، النتيجة الثانية خراب البيوت. وتجاليدنا ممكن الراجل ما يبقاش عارف اللي هتجيبه بنته ايه، ويخليها تجيب وامها تجيب لها وده تجيب لها، يقول لك من الابره للصاروخ. في ناس لسه محتفظه بعاداتها وتقاليدها، لسه محتفظه ان دي مواسم فرح ما ينفعش نتخلى عنها. في السابع لازم تخبزي ارغف على الاقل 40 رغيف ونوديه، في ال 15 زي كده، وفي ال 40 وعلى الاعياد لازم نخبز العجله ونوديه ونقطع معاها لحمه.
المطلوب في الزواج هو الإشهار، لكن الإشهار المعقول وليس إشهار الفشخرة. لو محدش جاب إن حماتها تطلع تتكلم عليها برا في الشارع. بنسمع فعلا على زيجات بتبوظ بسبب حلة الاتفاق. يعني إيه حلة الاتفاق وليه الجوازة تبوظ عليها؟ يعني حتى هي اسمها اتفاق، فالمفروض نتفق مش نختلف. عندنا الستات الكبيرة بتحب المظاهر، حتى لو أنا قلت لهم لا الجيران لازم يخليها توافق. إن إيه أنت بنتك هتجالة يعني؟ النهاردة عشان تعمل مطبخ حد أدنى 50,000 جنيه. الحنة بتبقى عند البعض بتبقى مكلفة وباظة، في زي العشاء رد العشاء، يعني أهل العروس ودوا عشاء، أهل العروس بتودي بتوصل مثلا لخمسين سنية واربعين سنية. دي خلط العريس يا ولاد. للتخلص أو لحذف أحد العادات والتقاليد اللي احنا شايفين إنها أصبحت سلبية أو إن احنا شايفين إنها أصبحت ضاغطة على المجتمع بشكل سلبي، لازم نبدأ بالتدريب. أنا عايز أقول لكل أب وأم، احنا المثل الفلاح اللي احنا تعلمناه في البيت بقى وعندهم، على قد الحافة بتدي رجليك، ما تخرجش أكتر من اللي انت عايزه، ما تطلبش أكتر من المفروض إنك انت تعمله. تعلفت إلى كل شاب إنه باستمرار يحاول يكون إيجابي ويحاول يكون مغامر ويطلع في الأفاق يضرب في الأرض، وإن هي دي الحياة. هتلاقوا منتهى التناقض، يعني تختلط الفرحة بالمأساة، بس تعالوا نناقش القضية بكل جوانبها. خلينا نبدأ بس مع الأستاذة بدرية. انت جهزتي وبناتك كده؟ لا حضرتك، احنا خمس بنات. خمس بنات واخ. جهزناها كده بالشكل ده. بالشكل ده. ايه اللي يعني هنا ليه العادات الاجتماعيه اللي بتهيمن عليكم ايه في حضرتك؟ زي الناس، بيقول زي الناس. زي الناس. اللي هو اشمعنا فلانه واشمعنا فلان. لا يعني مثلا دي جايبه ودي جايبه ودي جايبه، فانت في المجتمع مش هتعرف ان انت ما تجيبش، لازم تجيب زي الناس، وما تنفعش تبقى اقل من الناس. هتجيب ازاي؟ هي دي عاداتنا وتقاليدنا. اللي هي ايه يعني؟ هنا انا شايف الناس بتتكلم على في تناقض شديد، يعني ده اللي بتكلم عن انه لازم يبقى في تلاجتين ثلاثه، احنا عندنا شاشتين ثلاثه، غسالتين. حضرتك عندنا العروسه بتجيب شاشتين وتلاجتين، ثلاجه وديب فريزر وبوتاجاز وميكرويف وغسالتين، غساله اوتوماتيك وغساله نص، وبتجيب بقى كل ما يحتوي في البيت. بتجيب عبارة عن الفرن وأدواته، وبتجيب المفروشات، مفروشات مفروشات أوضة النوم ومفروشات الأطفال برضو اللي لسه ما جوش بيجوا بتركنوا. والنيش ده حضرتك بيتكلف فوق 20,000 جنيه، صيني وطقم جاتوه وكاسات وحاجات وتحف وانتكات، بيتكلف ده كله. ودي قوائم لا نقاش فيها. وقواعد لا تنازل فيها. لا تنازل فيها. التنازل معناه الإهانة. الإهانة. دي انت ما جبتيش ومش عارفة ما جبتيش ليه، واصل حالتهم الظروف المادية بسيطة، اصل مش عارفة ايه. بتسمع بقى كلام يأنبها هي واهله، فبيضطروا بقى مثلا يجيبوا بالدين. يعني هي وقالها يعني في احساس بالعار اذا عايز حد. طبعا انت ما جبتيش ليه؟ عشان خطر ما حلتهمش حاجه بتجيب. طب ليه؟ فهي بيضطروا بقى يمضوا ويجيبوا وبيزف الجهاز بالشكل ده في الشارع، ويجيبوا دي جي ويحطوه على العربيه ويزفوه كده. هتلاقي مشهد كده. ده بيحصل دايما يعني. دايما بيحصل باستمرار. هنا والعائلات بتتباهى، وده جهاز البنت.
او الجيران بقى بيقولوا ده جابت وما جابتش، دي جابت ولا ما جابتش، يبقى في تناقض من اهل البلد والجيران. وطبعا بيوصل الكلام لاهل العريس برضو، بتبقى مثلا هم محرجين، ده اصل العروسه ما جابتش ليه ومش عارفه ايه، فبتضطر بقى يحصل مشاكل عائليه وكده. طيب انا ببدا معاك ليه هنا. انت بتقولي ما فيش تهاون او تنازل في هذه الامور؟ لا ما فيش. يعني ما فيش اتنين كده ممكن يقولوا طب تعالوا نبدا بحاجه بسيطه ونبني نفسنا خطوه خطوه و... لا لا مفيش لا ده. لا مفيش، لان هيسمعوا كلام ما لا يرضيهم. ليه مش هتجهزوا بنتكم؟ ما حلتكمش، هيسمعوا كلام وحش فبيضطروا ان هم يجيبوا. كان الاول مثلا الناس بتعمل جمعيات وتجهز بنتها على مراحل. طبعا الجوازه كانت بتكلف مثلا 100,000 جنيه ولا حاجه، دلوقتي الاسعار برضو زادت الضعف واضعاف مضاعفه، وبرضو مع الرغم بيجيبوا. اولا عندنا حاجه اسمها النيش، النيش ده ممنوع اللمس والاقتراب. والله كل حاجه فيه غاليه، ممنوع اللمس والاقتراب. النيش او الموت يعني. لا يعني ممنوع اللمس والاقتراب. حتى لو جالك ضيف الموت الزقام يعني، مفيش نقاش يعني. لا مفيش نقاش، حتى لو جالك ضيف بيبقى عندك البديل في المطبخ، بس النيش ده حاجه اساسيه في البيت، حاجه كده اثريه. طيب خلينا يعني احنا هنسمع وجهات نظر. عم فتحي انا شايفك محتج جدا وثائر وغاضب على اللي انا بسمعه ده، واستمعنا اليه في ده في عدد كبير من محافظات مصر، لكن تتحول الى عادات اجتماعيه ثابته ترفع عناوين كرامه بنتنا، كرامه العيله، العار يمكن ان يلاحقنا يعني، وبالتالي هي مفاهيم سائده حتى في اوساط. يعني يمكن ان يكون في طبقه يمكن ان تتهم بالبذخ والتشدد الشديد في البذخ، مفيش فيه نقاش يعني، لكن حتى الناس الغلابه يطبقون ايضا هذه القواعد يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني اولا اشكر الله عز وجل، ثم اشكر الاستاذ وائل الابراشي وقناه دريم اللي الله يخليك، احنا بتاعه اللي فجروا المشكله دهيت عشان يمكن تصلح بين الناس او تصلح من شأن الناس. الزواج ما كانش كده، عمر الزواج ما كان كده، ما كانش كده. لا لا لا، عمر الزواج ما كانش كده. الشرع احنا لينا كتالوج. يعني انت ما اتجوزتش كده؟ لا 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 لا، ما حصلش طبعا. احنا لينا كتالوج لازم تلزمها بجهاز. بس خلينا نتكلم. العربيه اللي بتتصنع بصنعوها الاوروبيين بيعملوا لها كتالوج عشان تمشي بيه يوم ما تروح للمهندس الصيانه. احنا لينا كتالوج نزل من عند ربنا سبحانه وتعالى، قال فيها الحق تبارك وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الحق تبارك وتعالى في موضع اخر: ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. تعال نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم اللي احنا ماشيين على نهجه وعلى منهجه، قال ايه؟ اقلهن مهرا اكثرهن بركه. الحياه بتستمر بالفشخره والكبر واللي احنا شايفينه دي؟ لا. الحياه بتستمر بان بنت تتجوز وتضحي بابوها يخش السجن؟ لا. الحياه بتستمر والمحاكم مليانه وصلات امانه نص مضي عليه وجايبه من عندي بتاع الادوات المنزليه والادوات الكهربائيه ومن عندي ده. يا استاذ وائل انا راجل بس من وضع هذه القواعد؟ يعني هي العيله يعني مش عيلتها هي اللي وضعت هذه القواعد؟ لا لا، هو يعني ولدوا على هذه القواعد اللي تحولت الى اعراف اقوى من القوانين. لو رجعنا لورا شويه مش هلاقي الكلام ده حصل. انا راجل من البحيره وبكتب جايمه، الناس بيستدعوني عشان اكتب جايمه عندهم. بشوف فيها العجب يعني، انا جايب من جايمه كده عندي. طيب استاذه بدريه، لو حد اتكلم كده بتتقبلوا كلام زي ده ولا ده ما فيش فيه نقاش؟ حضرتك ما فيش حد بيتقبل الكلام ده، لان هتقول لك انا ازاي هدخل أنا بنتي برضو انا بتكلم جهاز. انا بتكلم مش بتكلم على الاسرياء. احنا ما بنتكلمش عن الاسرياء. الاسرياء احنا ما بنتكلموش، الاسرياء يجيبوا زي ما هم عايزين، ولكن الاسرياء حطموا معنويات الناس الغلابه. بنتي في الكليه وزميلتها في الكليه، اتنين في الكليه، والبنت الغلبان، بنت الغلبان متفوقة عن البنت السري، ودي متجوزة الاثنين. تخيل ضعف أبوها وانكساره وفجره يحطم معنوياتها، ما هي التانية زميلتها جايبة. يا باشا احنا بنحمله 10 عربيات ورا بعض كده في الريف، بيحمله 10 عربيات وتوقف العربية
ما احنا شفنا المشهد زفة الجهاز. يعني انا عندي هنا واحدة جايبة 80 مفرش كاتبهم في جايمة. في واحدة قالت 90 فوطة في لا 90 فوطة ليه؟ 80 لا بس احنا يا استاذ وائل في القرية بتاعتنا بيجيبوا يعني جماهير بالله 80 مفرش او وسطيه ال 80 مفرش ده او ده الجهاز اذا ما تزفش الجهاز كده وكل ما يكون حجمه كبير تكبر العيله ايوه وتعلو قامتها الى اعلى ازاي يعني. ازاي 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 يا شيخ واحنا منهجنا غير كده يعني ايه تكبر العيله يعني دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما وبورك عليكما وجمع بينكم في خير مش في تلاجة ولا في غسالة وبعد شهرين ثلاثة يحصل خلاف بين العريس والعروسة عشان العريس ماضي وتحول للنيابة وتحكم عليه بسجن والعروسة مش عارف ايه يعيشوا في 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 مشاكل وبعدين طيب. ممكن تتطلق دكتورة مروة انت عشان بس اخد كل الاراء دكتورة حابة انا يعني هخليك تسمعي للاخر عشان يعني علم النفس السلوكي ده يعني بعد ما نسمع الناس يعني الحالة الاصوات اللي زي دي اللي هي يا جماعه احنا على عاداتنا وتقاليدنا ما تيجي نبني مع بعض خطوه خطوه تربينا على كده عاداتنا وتقاليدنا تربينا على كده يعني انا واحده بتجهز من ثالثه ابتدائي انا جهازي في مخزن في مخزن في مخزن من ثالثه ابتدائي من ثالثه ابتدائي تحت السرير وفوق الدولاب ومخزن كبير فيه الاجهزه بتاعتي كلها كم تلفزيون وكم تلفزيونين وتلاجتين وغسلت وست غسالات وخمس مكاوي واثنين ميكرويف كل ده انا جايباه ليا والحماتي اتربينا على كده عاداتنا وتقاليدنا كده ليك وحماتك وانت بتجيبي الحماتي ليا والحماتي والاخت الزوج في اخت الزوج الهدايا في بيجيبوا هدايا لاخت الزوج والحما وبطاطين كمان وبيجيبوا هدايا للاسره المتكامله في البيت لو معاها سلفتها بتجيب لها لو معاها حماتها ومعاها اخت جوزها بتجيب لها لازم لازم ولو ما جابتش يبقى عيشتها برضو اندل 40 عبايه يعني الام الزوج واخت الزوج لازم تجيب لهم ايه بجيب لهم ثلاجه وغساله وبوتاجاز زي ما جبت نفسي بجيب لهم والله عندهم يعني هم عندهم من قبل لا 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 هي دي هي دي للعروسه تصرف عليه دي بلدان كده يا جماعه بسمع الدكتور عشان اسوأ دي هديه هديه العروسه طب والعريس بيجيب لحماته لا ما بيجيبش طيب المجهود طيب كفايه عليك شقه يعني ودي قواعد ثابته مفيش فيها نقاش مفيهاش نقاش ليه مقدسه حاجات مقدسه تربينا عليها الاجداد بقى اجداد الاجداد طب لو الشخص كويس والبنت كويسه وهم عارفين انهم كويسين وعارفين ان مستقبلهم مع بعض كويس ما يقولوش تعالوا اهلنا هيعملوا كده يعني تعالوا ندخل اهلنا بلا عفش حتى لا مفيش لا لو هم حتى متقبلين يا استاذ وائل حضرتك الاهل بيعملوا كده الاسره او عيله العريس مش متقبله الوضع دي يعني حتى لو الولد والبنت تقبلوا طب عندنا في بنات مثلا بيتقبلوا وبيبقى عندهم رحمه بظروف اهاليهم يعني انا مثلا عندي اخوات ثانيه بيتربوا وبيتعلموا لا انا هبص لوالدي بنظره رحمه انا مش عاوزه حاجه دي ومش عاوزه دي لو هي بصت لهم بنظره الرحمه المجتمع اللي هي رايحه فيه مش يرحمه. ليه ما جبتيش اصلي انت مش زي بنت فلان اصلي مش عارفه ايه فهو ده كله بيبقى عامل نفسي فبتضطر توفر على نفسها وعلى اهلها بتكي طيب نورهان عشان هنا بسمعكم كلكم يعني انت كمان متبنيه يعني دي تحولت الى قواعد اجتماعيه لا نقاش فيها لا تنازل ولا تهاون فيها تمام لان انا لو اتكلمت في حاجه زي دي او اتناقشت يعني مثلا والدتي مش هتتقبل كده يعني انت لو حبيتوا بعض واحنا عايزين نبني مع بعض وهندخل بس باوضه نوم كده لغايه ما ربنا يسهلها وحتى مش مهم تلفزيون وثلاجه وغساله لا 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 خالص مفيش الكلام ده خالص وبرده نفس الوضع لازم ثلاث شاشات او اثنين عندنا اختلاف يعني انا بجيب الحاجات الكتير دي ليا يعني ممكن اجيب مثلا من كل حاجه اثنين ثلاثه حاجه قصاد حاجه الكلام ده يعني مثلا اجيب ثلاجه اجيب ميكرويف اجيب ديب فريزر غساله اطباق المطبخ طب يعني ما ينفعش طب يعني اذا وصل بيك الاحتياج المادي او توقفت الحاله الماديه عند حد معين ما لازم هتجيبي الحاجات دي حتى لو هتستدين الاسره كل ما حاجه بتطلع بيمضى حضرتك ويجيبه بيمضوا بيمضى حضرتك ويجيبه لا عندنا مثلا يعني مثلا والدتي تعمل جمعيه
عندنا نظام الجمعيات برضو بنعملهم. حضرتك والدي جوزنا 5 بنات ما مضاش لحد في جمعيات كان بيعمل نظام الجمعيه دي. هو مثلا هو اخويا مثلا بابايا يصرف على البيت واخويا متكفل بالجمعيه يدفع. طب اي مستقبل ده لو انا يعني برهن المستقبل بهذا الشكل ان ممكن الام الزوجه وابوها يدخلوا السجن علشان يجهزوها فدخلوا السجن، يعني فين المستقبل هنا؟ مش ده هو العار؟ مش ده هو الانكسار؟ يعني هو الناس لو بقى عندهم رحمه، مثلا الشاب اللي رايح يخطب بنت وعارف ظروف مثلا يقول لها لا انت تجيبي كذا واحنا نجيبه كذا، بيبقى تفاهم من العريس مش من العروسه. فنظره للظروف. طيب يعني نوران انت اقل تشددا شويه لكن مفيش نقاش في الموضوع ده، يعني حتى لو انا حاولت ان انا اتفاهم في الموضوع ده برضو بلاقي نفسي من غير ما احس بجيب حاجات كتير وبجيب احسن حاجه واحدث حاجه، كل ما حاجه تطلع لازم اجيبها. لازم واحدث حاجه كمان؟ لازم. والا يصيبك يعني انا عن نفسي بلاقي اغلى حاجه والا يصيبك الخزي والعار. لا انا عن نفسي انا حابه لنفسي اغلى حاجه واحسن حاجه. كل بنت يا استاذ وائل عاوزه تجيب احلى حاجه في الدنيا بالعقل اهلها بقى ما بتعذرها. انا وحيده كمان يعني ماليش اخوات. ماشي يمكن انت ميسورة الحال، لو واحد ميسور الحال يجهز بنته براحته. طيب هسمع دكتور احمد في الاخر، بس استاذ علي انت يعني هنا مفاهيم اجتماعيه لم تصنعها لا عيلتها ولا عيلتها ولا عيلتها، بالتاكيد هي مفاهيم اجتماعيه متوارثه تحولت الى قواعد اقوى من القوانين، بدليل انهم ممكن يدخلوا السجن بالقانون علشان القواعد دي ما تتهدش. تمام. وائل بيه انا اولا بشكر فريق الاعداد على يعني اثاره هذه القضيه تحديدا، قضيه اجتماعيه من الطراز الاول تمس كل افراد الاسره من الاب للام للبنت للولد. هذه القضيه سميت او أثيرت على العادات والتقاليد. العادات والتقاليد، ما معنى العادات والتقاليد؟ العادات والتقاليد هو ما يعني نورثه من الأجداد وأجداد الأجداد. لم نرث هذه التركة الثقيلة على الجيل الحالي. هذا الجيل جيل مطحون بكل المقاييس. أبدأ يعني هي لم تأتي للجيل الحالي ده من جيل قبليه؟ ما جيل قبليه ما كانش بالشكل ده، يعني الجيل الحالي هو اللي صنعها. ما كانش بالشكل، ما كانش بالشكل الخطير اللي احنا فيه ده. قضيه ده موضوع خطير جدا. ما كانش بهذه الاشكاليه. الجيل الحالي هو اللي صنعها بمفاهيمه. طبعا بايه بقى؟ انا هبدا من التقرير اللي هو السابق لده اللي هو اوسكار. احنا عندنا هنا في مجتمعنا مين هي اللي هتاخد جائزه اوسكار بجد والله؟ اللي هتجهز اكتر. طب مين اللي هتجهز اكتر؟ ليه بقى؟ بتبقى مثلا بنتين وفي لو واحده بنت خالتها بنت عمها، اشمعنى؟ تبقى لها سلفه مثلا دخلت في بيت عيله، وخاصه دي كارثه بيت العيله ده، ودخلت مثلا بيت عيله اشمعنى؟ انت جايبه 90 فوطه وانت جايبه 89 فوطه، بيعايروا بعض. بيعايروا بعض بهذه الاشكاليه. انت جايبه 70 مش عارف مطر. انا سمعت هنا واحده قالت انا مندهش 90 فوطه ليه؟ ما هو 90 فوطه عشان عشان يدوا للجيران. ما هو ده معروف. ده ثلاث ثلاجات في بدايه الحياه ليه؟ لا طبعا دي صعوبه. هذه الصعوبه يعني لسه ما جاش، او لا يعني لسه البيت لم يزدحم علشان يحتاج. طبعا لا يا باشا وائل بيه، كان زمان لو احنا نقول بقى العادات والتقاليد احنا ورثناها بطريق خطا. لا كان الاول كان مثلا في الارياف كان الاب بيسيب اوضه لابنه، يعني بيبقى بيت مثلا بيت بيسموه دوار وبتاع وكلام من ده، فيه 4 أوض 5 أوض، بيقوم جايب سرير ودولاب ويبقى يخش معاه وخلاص وانتهينا على كده. مفيش التكاليف البهيضه دي، بيبقى فيه ارض زراعيه فيه غيره. لكن المجتمع، تغيرات المجتمع اللي احنا فيها دي اثرت بالسلب على اول حاجه هو البيت النشأ بالنسبه للزوج والزوجه. الشاب والشاب دول هيتجوزوا ازاي؟ وخاصه مع ارتفاع الاسعار اللي احنا فيه، ليه نجيب 4 تلفزيونات واربع شاشات وشاشه 60 ليه 60 ليه؟ اشمعنى؟ طيب ما انت بتجيبي يا وائل بيه، يا وائل بيه اشمعنى؟ كلمه اشمعنى هي كلمه اشمعنى؟ اثنين يعني او اثنين. انت كام وليه اثنين؟ اربع شاشات في بدايه الحياه. ايوه في كل اوضه وفي الحمام شاشه كمان. يا حضرتك يا سيدي في الحمام شاشه من هنا يروحوا مين ده؟ حضرتك بتتكلم اكتر من 20000 جنيه وممنوع اللمس. ليه برضه؟ يعني ايه مش ممنوع اللمس يعني؟ يا وائل بيه احنا ليه؟ وائل بيه مش محتاجينه. في سيدات في سيدات توفي مش ممنوع لا في حاجات استخدمها يا جماعه لو سمحتوا. في سيدات من مثلا 40 سنه 50 سنه
توفين يعني ربنا توفاهم ماتوا ماتوا وحاجتهم زي ما هي في النيش زي ما هو ما تلمس ممنوع اللمس والاقتراب. هي بتستخدم ايه الحاجات اللي هي بتجي لها دي للاسف ما بتستخدمهاش وبتستخدم حاجات تانية وبتشتريها. طب ليه نبدا حياتنا بالخطا ليه؟ ده على فكره احنا في المجتمع بتاعنا مش هنتغير. دكتوره رحاب بتشوفي يعني هنا بقى كان نفس السلوك يعني مش لن يعني هنا مش هحمل العائلات المسؤوليه قوي لسبب الا اذا انا حطمت هذه القواعد مجتمعيا يعني لا هي هينفع اناقشها عيلتها ولا عيله دي ولا عيله لان كل عيله هتقول ده قواعد اصبحت اقوى من القوانين يعني لكن خلاص هي انتشرت بشكل كبير نتعامل معها ازاي؟ ما تعملش معاها. وانا ليه كل واحد منتظر المهدي المنتظر يصلح له حياته؟ ليه كل عيله منتظره المهدي المنتظر يجي يضع قواعد جديده للزواج والجهاز والبنات وانا امشي وراه؟ اولا احنا ال 20 سنه اللي فاتوا بقينا شعب استهلاكي جدا جدا. مصريين بقوا شعب استهلاكي, بقى شعب بيحكم على بعض باللبس وبالشكل وبالعربيه وبالشقه, ما بقاش يحكم بالاخلاقيات ولا بالاحترام. انا افهم يعني مع احترامي لكل الاراء اللي افهم ان البنت او اهلها يشعروا بالخزي والعار اذا هي سلوكياتها غير اخلاقيه, اذا هي يعني يشعروا بالخزي اذا هي اتجوزت في بيت واهانت واحد كبير في اهانت حماها اهانت حماتها, لم تقم بواجباتها العائليه او الزوجيه بس كما ينبغي. ده اللي انا افهمه. لكن تعير ده بقى ممكن نسميه ميكانيزمات الدفاع اللي بيقوم بيها. وهنا بتكلم على الطبقه بس الفقيره. انت شايفه وسيله الفخر هات لنا كده. ما هو فخر كذاب يعني. شايفه العائله بتفخر ازاي بحجم العربيات وحجم فخر كذاب لان ليس لديهم ما يفخرون به اخر. عايز اقول لحضرتك حاجه, انا افهم الناس تدين عشان تعلم بناتها تديها شهاده يبقى لها وضع في المجتمع, لكن اعمل لها اربع وخمس شاشات مع. بس في هنا حاجه يا استاذ وائل, في فرق بين البيئه الثريه الناس اللي تقدر تجيب ربنا يزيدها ويوسع عليها مفيش مشكله, في ناس ممكن تجيب لاولادها طيارات عادي. في كل دول العالم في نسبه من الناس عندها ثراء ان هي تقدر تشتري سيارات وفيلل وقصور, هم دول ملناش دعوه بيهم. ولكن ان انا اقضي حياتي ان انا اقلد غيري ان انا احاول اتشعلق في ركاب الثراء وان انا يقولوا عليا ساري. حتى في جمله دايما تتقال على البراند, البراند كلمه براند او اللي هي الماركه اخترعها الغني عشان يلهي بيها الفقير. اكتر ناس بتسعى لشراء البراندات وتقول لك اصل انا شاري جاكيت منين وفين, هو متوسط الحال واقل. هنا مشكلة برضو مجتمعية عندي, دايما عندي بنظر للفقير انه والاكل ده بتاع ايه بقى العروسة العيلة. انا مشهد الاكل اللي طالع من ده الاكل ده ايه ده ليلة ده نوع من انواع الفخر يا استاذ وائل. الفخر ده الصباحية الاكل ده كله صباحية هيتوزع على الناس من بلد هيتوزع على الناس. لا قبلها كده انا بس الطواجن هيتوزع على الناس. انا شايف المشهد ده يا جماعة. طب احنا ازاي نتهم الغير بالبذخ؟ اكمل لحضرتك. طب ما احنا دلوقتي حضرتك يا استاذ وائل, هل الاكل ده انا عايز اسال حضرتك سؤال, الاكل ده اللي رايح البيت ده هيستهلكوه اهل البيت؟ لا مش هيتوزعوه. هيتوزع. ليه حماتها تقول لها يا بنتي او تقول لمامتها ما تجيبيش الحاجات الكتير دي عشان خاطر احنا مش هنستخدمها, هات البنتك على قد ايه. هي دي بتجيبوا اهل العروسه اهل البيت اللي حماتها وقالت بيت العروسه يا استاذ وائل حضرتك احنا عشان بنتك اللي البنت بتستهلكها. اتفضلي يا دكتور. عشان نصور على العادات, احنا مش كل واحد فينا ينتظر المهدي المنتظر يصلح له حياته. رجال الدين المفترض ليهم دور اقوى بكتير. السلوك المفترض نعدل سلوكنا. في حديث نبوي شريف طبعا انا شايف ده تحول الى اقوى من القانون واقوى من الدين. لا انا القانون ما اقدرش اعمل له التزام اخلاقي. هنا القانون ما اقدرش امشيه على العادات. بس مفيش حاجه اكتر من مفيش حاجه اكتر من الدين يا استاذ وائل. اذا شيوخ الدين الاجلاء قاموا بدورهم السليم صح, في شيوخ بيتكلموا في خطبه الجمعه عن فضل رمضان عن فضل شهر رجب حلو أنا جدا. انا اشك ان بعض المشايخ يطبقونا ذلك. ما يطبقونه يعني. اذا احنا هنفضل منتظر المهدي المنتظر. تحول الى احنا تحولنا لشعب استهلاك. الفقير بيحاول يقلد الغني والمتوسط عمال دلوقتي يدخله في مرحله تانية اللي هو بيقلد الثراء. طب حضرتك هنوصل لحد فين؟ ثلاث واربع شاشات كل واحد يقول لك هو انا يعني اللي خربت الاقتصاد المصري؟ لا ما هو انت وهو وهو. في حديث نبوي شريف بيقول كره اليكم ثلاث, طبعا انا مش حافظه الحديث عشان ما اقولش حاجه غلط, بس الثلاثه اللي كرههم لينا ربنا القيل والقار والقيل والقار
الاطفال وكثره السؤال ان انا واضاعه المال. الثلاثه دول ينطبق في اللي احنا شايفينه دلوقتي. لو كل واحد خلف نفسه يعني شاف مشاكله الشخصيه، ليه انا منتظره الناس تقول حلوه ولا وحشه؟ الناس لازم تقول عليا حلوه وحشه. طب انا ممكن ابقى حلوه من غير راي الناس. هي دي المشكله. خلينا نكمل بعد الفاصل. هي قضيه مهمه جدا يا جماعه، لان للاسف الشديد انا بشوف انها تدمر عائلات، بالاضافه لانها تهدر اموالا، وكمان للاسف الشديد يعني ممكن انها تساهم في ارتفاع نسبه العنوسه. كمان البنت تبقى يا عيني مش قادره تجيب فيستحملوا، وكمان الناس بتدخل السجن. شوفوا المآسي يعني حينما تختلط الافراح بالمآسي بسبب عادات اجتماعيه اصبحت اقوى من القوانين. بدينا نحييكم من جديد. المغالاة في تجهيز البنت ظاهرة اجتماعية، استمعنا إلى جمل مخيفة فيها. هي ليه مخيفة؟ لأنها الحقيقة لا يمكن أبدا أن نتخيل أن الناس تتشبث بهذه القوائم وبالجهاز بالشكل ده، وأنه يصبح عارا على الأسرة أنها تتهاون بشأن ذلك. وكمان الناس على استعداد أنها تدخل السجون بس البنت تتجهز بشكل يبقوا رافعين دماغهم لفوق، مع ان الحقيقه اللي بيرفع اعناق العائلات ان الجوازه تنجح وان العيال يتعلموا كويس وان الاسره دي في يوم من الايام تتحول الى اسره ناجحه. طيب ايه السبب في المفاهيم دي ولماذا انتشرت بهذا الشكل؟ دكتور انا عايز اقول لك بوضوح شديد مفيش نقاش فيها، يعني مش في اجيال خلاص، في تطور مجتمع وفي اجيال في اكتر من حمله نزلت ان هي تلغي النيش، وحملات كتير تلغي النيش حمله اللغي النيش. يا جماعه زمان كنا بنتعلم الاستقلال التام او الموت الزقام، دلوقتي النيش التام او الموت الزقام، يعني مفيش نقاش في النيش يعني. مظبوط، ده حاجه اساسيه اصلا في البيت يعني ما ينفعش. يعني في حمل يعني في اكتر من حمله نزلت ان هم يلغوا وخلاص يا جماعه ومش هيبقى في نيش ومش لا هو في نيش. طيب اللي انا مقصوده هنا مفيش نقاش لا، ولا البنت او الولد الاجيال الجديده دي تستطيع ان تملي، حتى لو الاجيال الجديده تستطيع كده الاهل بيجبر علينا كده. يعني لو في استطاعه ان الولد والبنت متفاهمين مع بعض وهنبدا حياتنا حاجه صغيره، الاهل بيجبرونا ان هم اللي بيجبرنا الحاجات دي. طيب يا عم فات هنا ما هو الاهل ده ما هو اباء وامهات وعندهم حكمه الكبار يعني، لكن يبدو ان هذه القواعد الاجتماعيه أقوى من الحكمة وأقوى من القوانين وأقوى من الموعظة اللي أنت قاعد توعظها من الصبح، يعني مهما تعظ إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيعينكم على التغيير في من هذا الموضوع. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الزواج استقلال ومودة ومحبة واستمرار، كلام جميل، بس العائلات مش هتاخد بيه. ما هي بتقول لك هو ما فيش نقاش. خلي بالك ان هم دلوقتي حاليا زي ما قلت لحضرتك بداوا يغيروا من نفسهم. الحياه اللي احنا عايشينها ضغطت عليهم خلتهم هيغيروا من نفسهم، وخاصه في الريف. يعني بقول لحضرتك يعني العريس اللي دلوقتي اللي ابو العروسه كان بيقول انا عاوز 30,000 جنيه و40,000 جنيه ذهب، النهارده بيجيبوا ب 5,000 جنيه و10,000 جنيه. بدأت هو الضغوط عليهم هتخليهم يغيروا من نفسهم. الضغوط عليهم هم عاوزين يفهموا بس. تعتقد الكلام ده ضغوط هتخلي الناس تغير، ولا شايفة انه ده موعظة تذوب في الهواء؟ لا هي موعظة ممكن الناس تعمل بيها وممكن لا، بس الأكترية والأغلبية لا. ما فيش حد يعني بيسمع. هو انا في حملات برضو اتعملت كتير على ان هم يلغوا الشبكة خالص لما الذهب يعني غلى شوية، وان هم يجيبوا مثلا من الشبكه فضه، بس ده طبعا يعني كلام مضحك ما بيحصلش اصلا. طب زي ما ده هنا لو الحاله الماديه مش كويسه
فالناس تصمم انها تمضي تكتب حضرتك بتمضي برضو تمضي الناس بتمضي وتجي يعني تستدين و وتجيب بتقول لك اشرف بنتي اشرف بنتي طب تشرفي بنتك على حساب دينك ودخولك السجن طب ما تقولي لنفسك تبقى هنتك لا انا اقول لنفسي يمكن هي العيله بتاعتها كويسه بيجهزوا فلوسهم يمكن هم كويسين حضرتك انا حضرتك انا في اسرتي ميسوره الحال ايوه بجيب قادره ان انا اجيب ما بمضيش ولا بجيب حاجه بس هو الناس اللي حواليا اللي مش قادرين يجيبوا حاجه بيمضوا بيجيبوا طب ما طيب استاذ علي وانا عندي بتجيلي رسائل بيقول لي ما هو الناس دي في حد الاستاذ امين بيقول لك ما هو الناس دي يا استاذ وائل اللي انت بتجيبهم احيانا بيصرخوا مش لاقيين ازازه زيت مش لاقيين السكر ومع ذلك مع كل الحاجات الاجتماعيه والمعيشيه دي لكن بتصرفوا في الفلوس في ازمات من هذا النوع حتى لو يدخلوا السجن يعني بص يا قلبي اللي احنا في الظاهره دي استحاله تتغير في المجتمع مهما قلنا ومهما علمنا ومهما غيرنا مش هتتغير كده بين يوم وليله ابدا لازم ست من دي ست يعني من وعظ او غيره احنا بنعلم ان البرامج يعني المقصود منها هو يعني ايه الوعي ان وعي الناس وجايزينها كده عشان الست اللي هي بتقول انه ده يبقى عيب وعار وبيبصوا لبعض اللي هي قاعده في الغيط كده وبتتكلم طيب غيرت من جاهزه الطوائف المجتمع نفسها بتختلف من بيئه لبيئه في نفس المجتمع بتاعنا المجتمع المصري من بيئه لبيئه وجه بحري مش زي وجه ابلي مش زي الدلتا يعني مختلفين تماما في ناس بتجيب حاجات زياده قوي وفي ناس بتجيب اقل وفي ناس بتجيب في ولد وبنت بيبداوا مع نفسهم في اسر اسريه يعني قادره معيشيا وقادره ماديا ولكن اهم حاجه عندها هو السعاده اهم حاجه عندها هو استمرار الحياه الزوجيه احنا عندنا حالات كتير جدا برضو كل ده كلام جميل ووعظك مش هتاخد بيه هل الكلام ده ولا يتغير يعني شايفه ده كلام في الهواء ما بيكملش سعادتك انا لا ازاي يا استاذ وائل الكلام ده لازم يبدا من عند مثلا الشاب اللي هو جاي يتقدم للبنت الحما المفروض تقول لها يا بنتي احنا مش محتاجين حاجه هاتي على قدك وفي شقتك طب ما انتوا ربطينها بالعار وبالشرع بالازهار الاجتماعيه استاذ وائل في وعي الناس عاوزه وعي الوعي والوعي عن طريق القناه بتاعتكم دي طيب استاذه هبه هاخد راي حضرتك استاذه هبه اتفضلي استاذه هبه الو اهلا بيك اتفضلي يا استاذه هبه اتفضلي مساء الخير عليكم مساء الخير اهلا بيك انا جوزت عيالي انا اختلاف عن الكل جوزت من العيال جوزت اثنين بنتين وولد بنتين وولد ايوه انا 12 فوطة 12 ملاية طقم واحد كفات طقم واحد سناجيل طقمين شلق انا في الحتة دي بقى واحد اثنين ثلاثة عايزين يراضين بكده اهلا وسهلا مشاهدين مع السلامة يعني انت بتقولي ده امكانياتي ودي الاحتياجات الحقيقيه ولو انتم مش عايزين مع السلامه ايوه هو كده ومش الحكايه ومش العاس عايزينه من دمياط انتوا حرين ده مصلحتكم انتوا تجيبوه من دمياط تجيبوه من اي حته هل الجوازه ممكن تبوظ عشان كده لا مفيش هل الجوازه تبوظ عشان كده يعني لو هي عملت زي الام ده قالت ما هي دي ام قالت انا بقول لهم لا الحاجه بتاعتك انا هجيب كذا وكذا وكذا مش عاجبكم مع السلامه بالظبط الحاجه بتاعتك لا هي واضحه وكمان العريس ما حسبتش وطقت وقالت له تجيبه اللي تجيبه من بدايه الخطوبه وائل من بدايه الخطوبه هو في هي سعيده على فكره ده نهج ممتاز جدا عبد الناصر من القاهره استاذ عبد الناصر اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل كيف حالك يا استاذ وائل اوجه تحيتي للضيوف واحب ابدا بنموذج مصري محترم رجع قائمتين للزواج لبناته لزيجان بناته يعني اقتنع بفكرة معينة وجد آخر لي أحفاد 17 بنت قرر يزوجهم بدون قائمة زوجية مشي على حديث من رضيتم دينه وخلقه فزوجوه وإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها طب ولما صمم الطرف الثاني ما اعترضش لا بالعكس هو رجع القائمة بأنه رضي أنه هو القائمة هذه في أي حال من الأحوال ما ينفع نبني مشروع زواج على مبدأ توقيع سند أمانة
حق مدني زي هذا. في حقوق زوجية على الرجل عليه وفي واجبات له، يعني عليه المسكن والمأكل والمشرب باللي ربنا كلفه وقدره عليه، لكن بالزيادة عن كده فهذا يعني طيب. شيء ما ينفع يبنى عليه مشروع زواج. وفي أنا عندي 50 سؤال على فكرة بمخصوص القائمة الزوجية، عملت عليه بحث وأتمنى أنه أرسل لك هو تناقشه مع أي أحد من الموجودين. يا ريت تبقى بعته لنا كده ونشوف. ماشي. أستاذ حسين من المنوفية تفضل. يا أستاذ وائل أهلا بيك تفضل. ازيك يا باشا؟ أهلا بيك. عشان خاطر النبي يا أستاذ وائل، أنا مجوز 3 بنات عندي، 2 دبلومات واحدة كلية. عشان خاطر الدكتور احمد بهجت، لان انا كنت سواق اجره وبجيب الطلبه عنده زمان من 15 سنه كنت بجيبهم عنده. انا النهارده على المعاش وعندي ابني رجله مقطوعه. انت عايز حد يساعدك يعني في جهازهم؟ طيب استاذ اشرف من كفر الشيخ اتفضل. استاذ وائل انا بس على حضرتك وعلى ضيوفك، وطالما صقر الإعلام المصري فتح هذا الملف الموبوء إن شاء الله هتجيب فيه نتيجة وتجيب فيه نتيجة. إن شاء الله يا ريت إن شاء الله. أولا وصل الأمر والسفه والعته للتحدي لقدرة ربنا. لازمتها ليه غرفة الأطفال؟ هل هم خلاص يعني حطوا في دماغهم إن هم هيخلفوا أطفال ويجيبوا أطفال فعملوا غرفة الأطفال؟ هي غرفة الأطفال؟ مش عارف دي سنه مؤكده اللي بتيجي غرفه الاطفال وملابس الاطفال بيجيبوا ملابس الاطفال من قبل ده حاجه ممكن تتاجل سنتين ثلاثه اربعه يعني ملهاش لازمه تيجي برضه يعني. اتفضل. انا حضرت في بعض البنات وهم بيتجهزوا، اقسم بالله 96 فوطه و105 فوطه عشان فلانه كانت جايبه 90 فوطه. الحاجات دي انا حضرتها بنفسي. معقولة يا جماعة ده يعني؟ يعني ده احتياجات الناس يعني 3 فوط 5 فوط يعني ال طيب استاذ عرفة من الأقصر اتفضل. مساء الخير يا استاذ وائل. اهلا بيك اتفضل. عامل ايه يا فندم؟ اهلا بيك يا عم عرفة اتفضل. استاذ عرفة تحياتي ليك وتحياتي لأسرة البرنامج وتحياتي لضيوفك يا فندم. بيحيوك جميعا اتفضل. والله انتوا فتحتوا موضوع مهم جدا النهارده فعلا بصراحه يعني كده واضح المجتمع كله بيعاني منه يعني. والله يا استاذ وائل يعني عارف انت موضوع العفش اللي انتوا بتتكلموا عنه النهارده ده، احنا عندنا في لوكسور يوم ما بيزفوا عروسه مثلا ولا بيكون في دخله عروسه بيبقى اهم شيء عندهم ان هم يبقوا جايبين فنان مخصوص يطلع على العربيه ويغني على اساس يلفتوا انظار الناس احنا جايبين ايه ومودين ايه ومش عارف لا ده في حفله تانية اللي هي يعني المشهد اللي احنا شايفينه ده بيبقى فيه كمان فنان طلع على العربيه وبيغني واتفاق مخصوص وجابليها بكذا يوم. واهم حاجه ده كمان ده الموضوع ده كوم والفرح والحنه والدخله كوم تاني عندينا فيعني كتر خير الشباب يعني بصراحه لله يعني وربنا يعين الناس على الوضع اللي هم فيه وعلى الغلاء اللي احنا فيه والاسعار اللي احنا فيها والذهب اللي كان نجد. استاذه اميره من الغربيه اتفضلي. الو استاذ وائل ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام اتفضلي يا فندم. انا بحييك على التحقيق الجامد ده واول مره التي في دي حاجه جامده زي كده بصراحه. الله يخليك اتفضلي اتفضلي. البنات اللي قاعدين دول بصراحة ولا حاسين بأهليهم ولا حاسين بحد ولا حاسين بالمسؤولية حضرتك هم يعني نعمل جمعية ونجيب ونعمل والتانية تقول لك عندي 6 غسالات مش فاهمة 6 غسالات هتغسل مين ومين اللي هيغسل 6 غسالات لا وكمان يعني اصله كمان مع بدايات الحياه يا جماعه الحياه هي 2 في الحياه يعني انا افهم التوسع ده يعني يجي ربنا يفتح عليهم وبعدين يبقى عندهم 6 7 اولاد يعني مش عايزين ناس حتى يبقى عندها هذا العدد الكبير بس هنا كمان الناس يبقى عندها هذه الكميه الكبيره من الاجهزه كل ده هيعملوا بيه ايه؟ ملوش لازمه اصلا كل الاجهزه دي. طب لما ملوش لازمه بتجيبوها ليه؟ لا عندنا احنا بنجيب 6 7 غسالات ده الجماعه دولت من عندكم لما ملهاش لازمه لا ليه والحماتي والخاله الجوز
الدكتور انا مندهش جدا ان انت تجيب الحماده دي عادتنا وطبيعتنا. البيت المصري موجود تماما وتمام التمام من اول الخطوبه. من اول الخطوبه اول ما البنت تتخطب بيبقى هناك ابرام عقد خراب بيت وتعمير بيت. نعم مفيش فيها كلام. ليه بقى سعادتك؟ اول حاجه اول من الخطوبه خالص هديه عيد الام الماما، هديه عيد الاب البابا، هديه عيد الاخ لاخويا، هديه عيد الحب، عيد مش عارف الكلام، مواسم اسمها مواسم، دي اسمها مواسم. مواسم دي خراب بيوت على عائل الاسره ايا كان عائل الاسره ده بقى، سواء الاب او الام، الاثنين دول. الام بالذات تحديدا تقول لك انا اسعد بنتي واللي يجرى يجرى، اسعد بنتي. ده كلام مفيش فيه كلام. ما هو ما في مأساة تيجي بعد كده. مأساة بقى هي بقى هي بتتقل. مش هتتوب، هي مش هتتوب الا ما تخش السجن. هي بتروح تستدين وتمضي على إصالة أمانة على بياض علشان طيب. تجوز بنتها. دكتورة رحاب، في الجوانب دي بتلاقي هنا التناقض الشديد. الأسرة في احتياج شديد جدا، يعني عندها العوز المادي والمعيشي، لكن مفيش تنازل في هذه القضايا تحديدا يعني. طب المجتمع مهما نتكلم كده ما ينفعش مهما هيسمع. نتكلم اصلا معلش يعني ايه القضيه دي جنب قضيه تعليم المراه اللي اثرها استاذ قاسم امين من سنوات وسنوات، تيجي دي ايه جنبها؟ يعني عفوا يعني ايه قضيه الجهاز ومش الجهاز والمجتمع منتظر واحد يقول ومبادره ومش مبادره وكله منتظر المهدي المنتظر يبدا وانا اكمل وراه، يبدا وانا اعمل وراه، تيجي ايه جنب تعليم المراه لما حارب وعلم المراه، تيجي ايه جنب الحملات اللي اتعملت للقضاء على شلل الاطفال؟ يعني انت شايفه انه تدريجيا هتنتهي هذه حته ان انا بعمل بصدر بقول لا مش هتغير، لا انت كده بتصدر على حاجه انت عايزها. الاكثر فقرا، وارجو ان كلامي يفهم على يعني بشكل علمي، انا لا اهين حد ولا بقلل من شان فقير ولا بازيد من شان غني، ولكن الاكثر فقرا هم دايما الناس الاكثر انكارا لحالتهم الاقتصاديه. يعني بتقول لك احنا بنتدين وبنستلف وبنمضي ايصالات وبنتسجن ويتعمل لهم غارمات ويطلع الناس يقول لك نعمل لهم الغارمات، في مقابل اي سعاده ممكن تيجي البنت ومامتها في السجن؟ هتعيش ازاي مع زوجها؟ اي سعاده مع واحد وابوه؟ يعني ازاي؟ انا مش فاهمه المشاعر ازاي مختلطه بالشكل ده. حتى ولكن يعني الاخطر من السجن هو المخاوف، انه الام ماضيه وممكن في اي وقت هي عارفه يعني مشغوله، ازاي هتجيلها سعاده؟ بالها مشغول دايما يعني. البنت العروسه دي هتجيلها سعاده. الحاجه الثانيه يعني احنا عمالين نبني اصنام ونقعد جنبها، نبني صنم البهرجه الاجتماعيه، نبني صنم اصل الناس هتعيرني، اصل الناس لا الناس هتعيرك لما تبقى اخلاقياتك غير طيب. متفقه مع القيم. الجمله اللي هي الست بتقول فيها العار والعار يعني يا جماعه ما ده صنم عملناه ونطلع يعني منها على فاصل. احنا لما نبتهاش تجرسنا حماد قايمه هنا لما تقولي قايمه عيله غلبانه وما حلتهمش اقل حاجه لها 200,000 جنيه. عندنا في بلدنا هنا بيجيبوا 3 ثلاجات 90 كوسه. اي عروسه بتحب ان هي يكون لها جهاز كتير وكده؟ الفشخره بقى وكده. انت بتطلع بنتك وبتعمل لها زف، انا ببص ليك عايزه اطلع بنتي واعمل لها زف. بتزف حاجتها عشان الناس تقول هي جايبه كام عربيه، ابوها مبسوط ولا مش مبسوط، تاخد بالها يعني يتناسب لو عنده بنات تانية يتناسب ولا ما يتناسبش. مجوزة 3 بنات جايبة لهم زي الناس نبكي. أو 3 شاشات عار فنعمل ايه؟ غسلتين وشاشتين وغسلجات اللي ماشي يعني. النهاردة بنتي جايبة هي فلان، أنا بنتي جايبة كذا وكذا، يخي تعزلها وحش. ده انا بنتي ما اعرفش جايبه هي فلانه، ده عندها ما اعرفش ايه. جيب لها لحد دلوقتي ما عندنا جديد ان نجيب لها بوتاجاز وجيب لها ثلاجه رخم وجيب لها طبعا لحماتها ومتاخد عليها وصاله وبابات في دور الناس، والحمله جت خدتني نفسي مش قادره اسيبها عليا حوالي من 100,000 جنيه. مشاهدينا نحييكم من جديد في الجزء قبل الأخير من المناقشة. طيب ما هو الحل؟ الحل نعمل إيه أمام عادات اجتماعية من الواضح أنها تستنزف البيوت، يمكن أن تؤدي إلى سجن البعض، كمان
بتلغي التعاون والمودة طالما في تشبث بهذا الشكل، فالحقيقة ده هيؤدي إلى ظواهر اجتماعية سلبية. طيب خليني طب ناخد تليفونات بس معنا بسرعة. أستاذة ميرفت اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. ميرفت اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ وائل؟ أهلا بيك اتفضلي. لو سمحت أنا يعني أنا عاوز أتكلم بخصوص الجهاز العروسين اللي من دمياط. أنا من دمياط. يعني أنا فعلا هناك بيكتبوا شكات على نفسهم ويعملوا المليون لمبة وفشخارة ويصوروا العفش ويفتحوا التلاجة ويوروا للناس، وهم مديونين أصلا. مديونين بيدفعوا بالأسبوع، واللي ما ولو ما دفعوش يسجنوا ويقدموا الشكات لمحامي. يعني ده عندك في دمياط الظاهرة منتشرة ان الناس ممكن تدخل السجن لكن مفيش تنازل في الجهاز. لا مفيش، لازم الجهاز والفشخرة ويوروا للناس. اهم حاجة الناس تشوف العروسة جابت كده، هما مديونين اصلا. عيالي خايفين يتقدموا العروسة من اللي احنا بنشوفه ده. والله. طب ما هم لو في تعاون مع يعني اهل العروسه هم اللي بيصمموا كمان ان بنتنا لازم عاوزين شقه ملك وعاوزين عفش وعاوزين ذهب وعاوزين هدايا. ما بيفكروش خالص والله. طيب. ما بيفكر. بشكرك. طبعا يا جماعه ان الناس لازم تتامل في كل ده. مش ممكن ابدا الجواز علشان المستقبل. اللي بيحصل ده الحقيقه بيدمر المستقبل. ممكن يسعدك في الحاضر لمدة أسبوعين ثلاثة، يعني قاعد أنت تتباهى وتفخر أنه أنا جهزت بنتي بهذا الشكل، لكن في المستقبل في سجن وفي كمان أموال كان يمكن أنها تدفع في تعليم في 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 صحة في تفكير في مستقبل أفضل. يعني لواء شكر الجندي عضو مجلس النواب. سات لواء تفضل. تحية لحضرتك الأول ولضيوفك الكرام يا أزوائل وللمشاهدين. بيحيوك يا ست لواء. أنا بقول لحضرتك دي قضية مجتمع ومن أهم القضايا ويجب ألا تترك، لأن حضرتك المغالاة للأفراح وفي تكاليفها دي بيثبت إن هو بيقتل الفرحة لدى أهل العروسين ولدى الولد والبنت، لأنهم محاصرين بالديون وبقوا حاسين بهذه الديون والفرح نفسه شغال، وبيكلفوا على الفرح نفسه في يوم الفرح مئات الآلاف، وهو تاني يوم مش لاقي 100 جنيه معاه. حضرتك هذه القضية بترجع إلى ثقافة المجتمع، لأنها مش موجودة في القاهرة ولا في الإسكندرية زي ما قولي سعادتك كده، دي موجودة في المحافظات وفي الأرياف. لازم يبقى فيه هنا دور للأزهر الشريف، لازم يبقى فيه دور للأوقاف، لازم يبقى فيه دور للتعليم، لازم يبقى فيه دور للثقافة وللإعلام، ويجب أن القضية دي ألا تترك، لأن حضرتك القضية دي بتسبب مشاكل ومشاكل كثيرة والمحاكم مزدحمة بسبب هذه القضية. احنا كلنا لنا دور في هذا في هذه القضية، وقضية من أهم القضايا بالنسبة للمجتمع. علشان كده أنا بقول لحضرتك احنا جميعا لازم ان احنا نخلي هذه الثقافة تتغير. الإسلام كرم السيدات، وليه السيدة اصلا او البنت بتدخل في تكاليف الفرح اصلا من البداية؟ المفروض نعفي البنات بتوعنا ونكرمهم زي الإسلام ما كرمهم من هذه التكاليف. عندك حاسد لواء، بشكر حضرتك. دكتورة طيب حاجة حسن من القاهرة تفضل. اما حسن حبيبي تفضل. تفضل انا سامعك، انت على الهوا. الاستاذ وائل معايا؟ انت على الهوا يا عم حسن، انطلق. طيب انا دلوقتي كنت عايز اسال بس العروسين سؤالين. على ايه؟ كنت عايز اسال بس العروسين دول على سؤال. اتفضل. هم يعني اللي بيمضوا ولا اهلهم اللي بيمضوا؟ بتقول لك انتوا اللي بتمضوا ولا الاهل؟ انتوا اللي بتمضوا ولا الاهل؟ ما عنديش حد بيمضي يعني، انا مسؤولين. لا لا يعني هم بيجهزوا، لكن اللي بيمضي ده اللي هو بيستدين. هم ما استدان النماذج اللي بس احنا شفنا في نهايه التقرير في نماذج الام هي اللي بتمضي. انا شايف هنا في النماذج اللي كانت معانا يعني ما هي في الاول وفي الاخر بتندب للغلط. يعني في الاول وفي الاخر هما بنددوا بالغلط. طبعا بشكرك يا عم حسن. استاذ حماده اتفضل.
اهلا بحضرتك يا زوائد. اهلا بيك، اتفضل. تعقيبا بس على الاخوه والاخوات، اتفضل. دلوقتي هو دلوقتي العروسه ما بتزنقش اهلها، الاهل المفروض اللي هم يعملوا حسابهم، اذا امرت ان تطاع امر بما استطاع، كل واحد على قد ما قدرته طبعا، وكل واحد على قد اللي هو يجيبه، والعريس ما بيشترطش اللي هو يجيب له اربع غسالات ولا اربع شاشات ولا الكلام دوت. اللي انا عايز اقوله واوصله لحضرتك ان كل اب عايز يدخل بنته باعلى مستوى، بس برضه ما يجيش على نفسه عشان اخواتها وعشان خاطر ما يتشكاش زي ما الناس ما بتقول. طيب بشكرك دكتوره. خلينا يعني وانا باخد كده مهم جدا عندكم اللي هو فكره اشمعنى فلانه واشمعنى، يعني فيه فعلا فيه. يعني هل تنظر الناس لبعضها البعض في هذه القضيه؟ نصهم ونصهم، نص ونص يعني. اشمعنى فلانه جابت في حاجه ودي جابت، لا انا هجيب اكتر منها عشان ابقى احسن منها، يعني ده يعني ده جزء كبير، جزء من كبير من فعلا. الازمه ان مزبوط. الناس ما تبقاش اقل من حد يعني. مظبوط. يعني يا جماعه انت اعلى من الناس كلها بعملك وبخلقك وبانتاجك وبتعمل ايه في الحياه، يعني مش بانك جهزت البنت احسن من ابو سويلم ولا احسن من فلان. طيب نوران، ما نفس الوضع اللي هو انه فلانه وفلان، يعني الناس بتبص لبعضها؟ اكيد الناس بتبص لبعضها وبيتكلموا وبيشوفوا انت جايبه ايه، كل الناس مستنيه نوران تشوفي هي هتجيب ايه، بيعدوا لبعض. طب انت قناعتك الشخصيه ايه نوران؟ يعني انت بعيدا عن ضغط هذه العادات الاجتماعيه، لما بتقعدي مع نفسك. انا قناعتي الشخصيه ان انا عايزه اجيب لنفسي احسن حاجه، وفي نفس الوقت انا وحيده ماليش اخوات، فالموضوع هنا بيختلف ان ماما عايزه تفرح بيا وكل حاجه يعني. ما هي خلي بالك السعاده مش بست غسالات وسبع ثلاجات و12 شاشه الكلام ده و96 فوطه. لا انا بجيب حاجه بديل، يعني عشان لو حاجه باظت مثلا في المستقبل يبقى في بديل ليها، لان الاسعار غليت جدا مثلا، انا مش عارف بعد كده مثلا ممكن ظروفي ما تسمحش ان انا اجيب الحاجه دي، فبقى جبتها في الوقت ده. يعني انت كمان قناعتك الشخصيه ما تنفصلش عن اللي بيحصل ده، انت مقتنع بيه وان ده بيامن البنت وبيرفع دماغها لفوق. ايوه بس تمام. حاله ما فيش حد فيكم في العيله انسلخ عن ده خالص؟ ما فيش حد كده قال لا انا مش هتجوز بالشكل ده، او ولا هي حبل كله ماشي عليه؟ حبل كله ماشي عليه. انت عارف لو حد مثلا قال انا مش هجيب مش هعمل، بيبص لبنته ليه هخليها قليله عن غيري، فبيبتدي يعني يسعى عشان يجيب احسن ويشرف بنته. ده لو انا قلت لحضرتك، لو مثلا اسره الزوج اللي هي رايحاه لو قلت لها يا بنتي احنا هاتي الامكانيات اللي على قدك، احنا مش محتاجين حاجه، هات اللي انت تستخدميه كده، وفرنا على الاسره العروسه كل حاجه. طيب دكتوره رحاب، في هنا في القضايا من هذا النوع، يعني من الواضح ان في تنافس، انا مش اقل من فلان. ما هو احنا عشان حصرنا انا احسن من فين ازاي بالفلوس بالفراغ، يعني احنا دلوقتي بنعاني من فراغ عقلي وبنعاني من فراغ ديني. احنا الفكره ان مثلا، مع احترامي طبعا لكل اللي اتكلم وقال انا هقدر اجيب، ما هو لو انا جبت فيه ست غسالات، ما في اغنى مني في السعوديه وفي الامارات وفي كل دول. الغنى الثراء اصلا ملوش نهايه، لكن اللي له نهايه الاخلاقيات. هل الام اللي بتجهز بنتها من اولى ابتدائي جهزت بنتها ان هي تتحمل المسؤوليه وان هي تكون ام عظيمه وان هي تعرف تربي اولادها وان هي تتحمل المسؤوليه مع زوجها؟ هل هي قامت بدورها ده؟ والله ده انا لو يعني علمت البنت لغات مثلا عشان تعلم اولادها لما يبقوا، انا اضفت لها يعني دفعت فلوس في انها تتعلم لغه احسن. حصرت السعاده في الاجهزه، حصرت الاحترام بين العائلات بان انا وديت كام حله و95 فوطه. يعني دي طيب. فكر خاطئ طبعا. عم فتحي بس اسالك في ده بعد الفاصل، بيحصل بتناقشوا في المجتمع ده يعني، ولا ده نقاش على الشاشه الاول مائيه، ولا انت بتناقشوا مع الناس في الشارع؟ بنتناقشوا فيه، وعارفين ان مخالفه الشرع علت نسبه الطلاق.
مخالفة الشرع، مخالفة زودت نسبة الطلاق. خلينا نفهم منك ده بس بعد الفاصل يا جماعة، وهاخد منكم أيضا تعليقات أخيرة يعني مش مقدسة، يعني عادات اجتماعية ليست مقدسة، ليست نصا، ده يعني ده احنا بنتعامل معاها على اعتبار تعالوا نشوف ايه الذي يفيد مصلحة العائلات ومصلحة المجتمع. بعد الفاصل. مشاهدينا نحييكم من جديد. هاخد تعليقات أخيرة من ضيوفي. أنت كنت بتقول في البداية يعني أنه مخالفة الشرع علت في الريف نسبة الطلاق. ما طيب ليه؟ إيه علاقة نسبة الطلاق؟ له أسباب مختلفة يعني. مش عايز بس أخلي إحنا بس عاوزين شرع ربنا سبحانه وتعالى فينا هو البركة. الشرع فينا هو البركة، هو استمرار الحياة، مش بمخالفة الدين حتصدق. لا أنا بتكلم هنا عن فكرة مفاهيم منتشرة في المجتمع أن البنت لازم تتجهز لا ينقصها شيء، بل بالعكس كمان معك. تكون كل ما تضاعف من عدد الأجهزة ده يعني تفخر به العائلات في يعني. كل الدنيا، ولكن الناس عاوزة وعي من جميع الجهات، زي ما قالت الدكتورة، من الأزهر، من الأواف، من الإعلام، لازم وعي، لازم وعي عشان الناس تتعظ. طيب بس انا لما بشوف المشاهد دي لو نشوفها تاني انا بلاقي فيه يبدو ان الفرحه على وجوه الناس مرتبطه بده، وتفسد الفرحه اذا ما حصلش ده. الفرحه ديت يا استاذ وائل اسبوع ساعتين، انه الجهاز شوف كم عربيه هنا ساعتين. يعني هذه العائله تفخر وتتباهى. الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من غلبه الدين وقهر الرجال. اي فخر والناس اي فخر وانا مديون اي فخر وانا عليا. استاذ علي كل ما زادت عدد الكراتين كده ارتفعت قامات العروسه. دي ثقافه شعوب ده يعني. شايف الفرحه؟ عارف لو ما فيش ده فرحه مؤقته، هتلاقي غم ونكد. لا دي فرحه مؤقته، هو في 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 وعي، مش في وعيه. دي اسمها يعني فرحه مؤقته، دي غيبوبه، دي ثقافه شعوب. اسمها غيبوبه مش ثقافه شعوب. بمعنى ايه؟ لازم تتغير، لازم الثقافه دي تتغير لدى المجتمع. انا عايز افصل بين امرين، بين الطبقات وبعضها. يعني لو في مثلا حد ثري وده على قدر استطاعته وبيجيب حاجات معينه، انا ما ببصلوش، انا على قد امكانياتي اجيب، ما جيبش المحافظ كان فشل. ده في حاجات من ضمن العادات دي بقى سعادتك. بيجيبوا اكتر من مثلا 20 عربيه ربع نقل ويحطوا عليها كراتين فاضيه، والعربيه تلاقيها ماشيه وعليها سجادتين عليها لمؤاخذه حلتين. دكتور عشان بيتباهوا بعدد العربيات اللي عفشه شويه بيكتر العربيات. ده عار زي ما قال الدكتور. عفشه شويه. دكتور حابب في تعليق اخير، هنعمل ايه؟ نعرف ان السعاده في القلوب مش في عدد الكراتين ومش في العفش، ونعرف نعلم الشباب ان السعاده في القلوب، ان لو الاب خرج بنته محترمه متعلمة عندها قدرة ان هي تكون مسؤولة، ان هي تعرف تتعامل مع المجتمع. دي الثروة مش بكم كرتونة وبكم. لا بس انا لو خدت نورهان نموذج، هي بتقول انا مقتنعة، هي مقتدرة، وعائلتها مقتنعة، هي مقتدرة. لا نورهان مش لا نورهان والاستاذ المنعم دول حاله فرديه مقتدره. وعايز اقول لحضرتك حاجه، هو اللي مش مقتدر بيروح يمضي. انا بقول الفقير يعني مع الغير مقتدر، الغير مقتدر عنده قناعه بحاله. احنا من متوسطين الدخل مش مقتدرين ولا بنجيب حاجات غاليه جدا برضه، لكن ما ينفعش التنازل في جهاز البيت. هي فرحه العمر يعني، انا هتجوز كم مره؟ فرحه بالزوج اللي هيبقى مرتاح، الزوج اللي يبقى معاكي كويس. طيب دكتوره ما بتخافيش ان الفرحه تفسد بسبب العين او الحسد او حاجه زي شباب؟ لا مش الحسد يعني. هنا مش ده الحقيقه اللي بيعمل السعاده يعني. ممكن الناس تنسى كل ده، فرحتنا في ولا تتحقق يعني السعاده. احنا ارياف ما بنسافرش هاني مون، ما بنسافرش شهر العسل، ما بنسافرش اي مكان. فرحتنا في جهازنا الكتير، فرحتنا في الزفه بتاعت فرحتكم في الجهاز الكتير. فرحتنا في الزفه بتاعتنا، فرحتنا احنا ما بنروحش هاني مون، ما بنروحش شهر العسل. تمام ارياف
يعني كبرها قوي يومين في اسكندريه مثلا. ده طبعا ده مختلف هو المجتمع. دي فرحتنا. مش هتفق. هاخد منك تعليق اخيرا. دي شايفه ان ما فيش عائلات هتتخلى عن ده يعني. لا ما فيش عائلات بتتنازل ان انا اجيب على قد. ما فيش. حتى الفقير مثلا يبص لحالته الماديه ان انا ظروفي لا تسمح. هوكل بيتي ولا هعلم اولادي ولا هجهز على قد مصاريفي امشي عليها. لا ما ينفعش لان انا عاداتي فوق بتغلب كل الحاجات دي. لو اتكلمنا على عادات عادات الصقر في الصعيد ما تروح. عادات سيئة. عادات تعليم عدم تعليم البنت اللي كانت من 100 سنه مش هتروح. يعني لا ازاي هنقول العادات مش هتتكسر. بس يا جماعه نتامل في ازاي كيف يمكن. هي قضية مجتمعية معني بها الجميع. تعالوا ازاي يعني نقنع العائلات ان السعادة مش في جهاز البنت والإصراف فيه كمان مش الجهاز بشكله الطبيعي. لا ده الناس تضاعف الأعداد كم غسالة وكم تلاجة وكم بوتاجاز والنيش ده اللي هو يعني لا يمس زي ما بيقولوا لا مساس بالنيش. اوعى تيجي جنب النيش يعني. نقنعهم انه لا السعادة بتتحقق بكده ولا النجاح ولا الحياة الزوجية هو ده اللي بيضمن انها تستمر. ما دي عايزة محتاجة مناقشة مجتمعية والعائلات تتخلى عن هذه المفاهيم اللي بتتشبث بيها. لان الحقيقة ده بيدمر بيوت وبيدخل ناس السجن فضلا عن انه مش مقياس ولا مؤشر سعادة وامان. كن معاكم ان شاء الله غدا في حلقة جديدة.